أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا وحلقة مثيرة ومهمة للغاية، لكن خلوني أبدأ الحوار بقصة مهمة جدا لطفل جميل اسمه ألكسندر صامويل. ألكسندر أو أنا أقول يعني أنه كان جنين في رحم أمه، وكأنه بيحكي القصة قبل ما يتعلم النطق في الأسبوع 21 وهو في بطن الأم. لاحظ الدكتور جوزيف برونر أنه هذا الطفل يعاني من مرض ما يستدعي عملية جراحية داخل رحم الأم، وإلا سيعاني صامويل من قصور عقلي بشكل أكيد يهدد حياته. الطبيب قرر أنه يدخل داخل رحم الأم ويعمل العملية، ودي أحد أنظر العمليات الجراحية في العالم. الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا دي هي واحدة من أروع الصور وأكثرها إنسانية في الحياة. الأم اسمها جولي أراماس، كانت ممرضة في المستشفى وكانت تدرك قدرة جوزيف برونر كطبيب شاطر وجراح ماهر أنه يعمل العملية بنجاح. وفعلا أثناء العملية قام جوزيف برونر بفتح فتحة في رحم الأم وأجرى العملية، وتمنى أو يعني تمكن من إجراءها بنجاح شديد. في آخر العملية أخرج صامويل طفل الجنين إيده وأمسك بأصابع الطبيب في لحظة غريبة جدا، يعني كانت طبعا إيده صغيرة جدا وأمسك بأصابع الطبيب. بيقول جوزيف برونر إنه هذه اللحظة كانت من أكثر اللحظات التي مرت في حياتي تأثيرا علي، لدرجة أنني في تلك اللحظة قد تجمدت مكاني ولم أستطع أن أفعل أي شيء أو أن أحرك أصبعي. أحسست بأن أطرافي كلها قد تجمدت. الأم تقول إنها لما رأت الصورة ظلت تبكي لفترة طويلة، وأحسست بأن الحمل ليس عبارة عن عجز ومرض وتعب، بل هو إعطاء للحياة لشخص آخر صغير وضعيف بحاجة إليك ولحمايتك. ربنا يخلي الطفل لأمه، والعملية تدل على قدرة الطبيب البشري أو الجراح في أنه يتدخل بشكل كبير جدا لإنقاذ حياة طفل صغير، ويتدخل بشكل الأمثل لكي يقف إلى جوار هذا الطفل ويسبورت حياة هذا الطفل، وده شيء ملوش تمن في دنيانا. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير وصاحب الكاريزما والحضور الخاص، وطبعا بيشرفنا زيارته، الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن. ايه هو البي جي دي؟ فحص الكروموزومي للأجنة. ايه التطوير اللي حصل في السونار؟ في تقنية اسمها سونو اي في سي للبويضات نفسها. دلوقتي في جهاز جديد للكي مش هيأثر على مخزون التبويض. الورم الليفي ده عامل قلق لناس كثيرة. انا رأيي انه يتعمل منظار ويتشال قبل حقن المجهر. الموضوع ده كله على بعضه من اول اخره عامل نفسي. في ابحاث دلوقتي ان هم بيحطوها على حاجه في المعمل. نعمل حقن مجهري داخل المعمل. داخل المعمل يقويه بحيث بقى قطر التخصيب عنده عالي. الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، زميل جامعة كيل للمناظر والجراحات الميكروسكوبية بألمانيا، وعضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم. ضيف العزيز استاذنا الاستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، الحمد لله على السلامه واهلا وسهلا بيك دائما. يعني انت دلوقتي ما بين القاهره واسكندريه، فيعني ما نقدرش نقول ان انت دلوقتي اسكندريه اكتر، لا القاهره واسكندريه متساويه. اسكندريه طبعا اكتر برضه. الله يسلمك دكتور ايمن، انا سعيد جدا معاك النهارده. شرفنا يا فندم. ده انا اللي سعيد جدا بزيارتك، قيمه علميه كبيره واسم رائع واداء مهني متميز للغايه. عايز ابدا الاول من الاداء المهني. النهارده حلقتنا أشهر ما يقال وما يستفسر عنه والأسئلة عن الحقن المجهري، لكن الحقن المجهري للجميع أصبح مفهوما أنه عمل جماعي وأنه لا يؤدي فرد واحد ولكن فريق عمل كبير. ما دور هذا الفريق ومما يتكون؟ وهل ينبغي أن يفهم الكابلز الزوجين طبيعة كل فرد من هذا الفريق؟ طبعا هو العمل الجماعي، بسم الله الرحمن الرحيم الأول، طبعا العمل الجماعي هو اساس نجاح اي عمل في الدنيا، بالذات في مجال تاخر الحمل والحقن المجهري واطفال الانابيب. لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون الحقن المجهري يعتمد على شخص واحد. هو فريق عمل متكامل يبدا
بطبيب النساء وتأخر الحمل والحقن المجهري وينتهي بطبيب النساء والتوليد باعتبار إن شاء الله أن الست هتحمل وهتولد. والفريق المساعد أو الفريق العمل بيتكون من طبيب النساء وطبيب أمراض الذكور وطبيب معمل الأجنة وطبيب الوراثة أو طبيب الجينات. ده الفريق الأساسي. في بقى الفريق اللي هو يعني مش هنقول عليه مش أساسي قوي، لكن من ضمن الفريق المساعد اللي هم المساعدين معاك في المركز أو في العيادة، أو اللي هم دكتور التغذية اللي هيتابع الست بعد كده وهي حامل، أو الدكتور المولد. ده ممكن يبقى هو نفس دكتور النساء ويكون معاه طقم مساعدين في العيادة أو في المستشفى أو في المركز. ده باختصار شديد الطقم اللي هو لا يمكن الاستغناء عنه. كمان في الطبيب النفسي ده آخر يعني استحدث. لا يمكن الاستغناء عنه، آخر استحدث. الطبيب النفسي ده حاجة مهمة جدا. النسب، كلمة رفع النسب اللازمة لنجاح الحقن المجهري هي الشاغل لكم. كلكم بتفكروا في نسب الحقن المجهري نرفعها. تمام. ايه دور كل جزء من المنظومة دي في رفع النسب؟ اولا هيبقى هنا في دور طبيب النساء ان هو يختار الحالة المناسبة اللي هتجرى لها الحقن المجهري. السليكشن او الاختيار الجيد للحالة له امباكت او له عائد قوي جدا في رفع نسب نجاح الحقن المجهري. كل ما الواحده كان سنها صغير كل ما زادت نسب نجاح الحقن المجهري. كل ما الواحده كان وزنها معقول، البادي ماس اندكس بتاعها مش عالي، يعني ما هياش بدينه ما هياش سمينه ما هي في الوزن الطبيعي، كل ما زاد نسب نجاح الحقن المجهري. الاختيار الامثل للحالات. ثانيا تظبيط الهرمونات، سواء كان هرمونات الست او هرمونات الزوج لو كان عنده مشكله خلل هرموني ادى الى يعني بعض المشاكل في تحليل السائل المنوي. فتظبيط الموضوع ده هو مهم جدا جدا قبل اجراء الحقن المجهري. كمان اختيار البروتوكول المناسب لكل حاله، مش كل الحالات بقى لها نفس البروتوكول. فلازم هنا دور طبيب النساء او استشاري الحقن المجهري انه ياخد الديسيجن الواضح والصريح المناسب لكل سيده. كل سيده لها بروتوكول خاص بيها. ده اكيد يعني. بعد كده هيجي كمان نقل الاجنه. لازم نقل الاجنه يتم بطريقه علميه وطريقه دقيقه جدا، دي اهم خطوه في الحقن المجهري. وموضوع نقل الاجنه ده هتعمل له حلقه او حلقات لانه موضوع مهم جدا 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 وهو اهم خطوه في الحقن المجهري. نقل الاجنه ده دور طبيب النساء. دور طبيب الذكوره ان هو يتعامل مع تحليل سائل منوي محترم دقيق جدا، ويقدر بقى يتعامل مع العدد او الحركه او التشوهات، او لو ما عندوش حركات منويه هيعمل لها عينه من الخصيه سواء كان بالمنظار او فتحه او عينه بالنيدل او بالابره يعني، او محتاج تحليل هرمونات. المهم يكون طبيب ذكوره كبير وشاطر وثقه انه هيقدر يتعامل مع الحالات دي بدقه شديده جدا. طبيب كمان طبيب الجينات او الوراثه ده هيفيدنا جدا 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 في اختيار اجنه سليمه. الناس اللي عندهم تاريخ مرضي لامراض وراثيه هو يقدر يستبعدها باخذ عينات من الاجنه في اليوم الثالث، ونقدر نعرف بالظبط ايه ده الجنين ده فيه هذه العيوب او لا. كمان يقدر يعرفنا احنا محتاجين اختيار نوع جنين مثلا يولد ذكر او انثى. كمان يقدر يدينا اجنه سليمه، حتى مش لازم يكون في تاريخ مرضي، يعني يقول مثلا الاجنه دي سليمه ايبلويد، أجنة سليمة وراثيا أو جينيا، وبالتالي لو نقلناها الأجنة السليمة بس نسب النجاح بتاعتك هتبقى unbelievable، يعني هتعدي توصل 80%. السؤال، هل كل حالات الحقن المجهري ينبغي عمل منظار رحمي أو منظار بطني قبل إجراءهم؟ قبل إجراء الحقن المجهري؟ هي دي من الأسئلة الشائعة جدا. يعني أي حد مقبل على حقن مجهري وخلاص تقرر حقن مجهري بيبقى له أسئلة. أنت متوقع هيسألك إيه؟ هيسألك في نسب النجاح، هيسألك في المعمل بتاعكم نسبته قد إيه؟ هل المنظار ده مهم؟ هل الأشعة وبقية الأبعاد مهمة ولا لأ؟ فدي أسئلة مهمة جدا جدا، وتنقله أجنة في اليوم الثالث واليوم الخامس وأنا أحسن والتكلفة قد إيه؟ فكل دي كل البارامترز ديت أو كل الحاجات اللي بيتكلم فيها الزوجين مهمة ولازم ترد عليه. بالنسبة للمناظير لو تكرر فشل الحقن المجهري قبل كده، يعني كنا عاملين وما نجحش، يبقى لازم هيعمل منظار رحمي حتى لو ما بانش في السونار وبعد ابعاد حاجه، على الاقل هناخد عينه بايوبسي
ونشوف مواد معينه تدل على ان في التهابات بلازما سيلز او سي دي 56 او اي في بي بي 3 انتيجنز. دي حاجات مهمه جدا نقدر نعرف منها التهابات معينه في الطنطا الرحم ممكن تاثر على نتيجه تجويف نتيجه حدوث الحمل. فدي حاجات مهمه جدا لو كان عمله قبل كده وما نجحش. طب لو ما عملوش حقن مجهري كده لازم نعمل. انا رايي ان احنا لازم نعمل لان البطنطا الرحم لو فيها التهاب مش هنقدر نشوفه بالسونار حتى لو كان بعد ابعاد. فمهم اذا النتيجه يفضل عمل منظار الرحم قبل جميع حالات الحقن المجهري للاطمئنان على الاقل ما يكونش فيه التهاب في البطنطا الرحم. عظيم. هناك عفريت العلبه. عفريت العلبه هذا هو الذي يعني يظهر باكثر من شكل في اكثر من مكان، قد يكون تاثيره غير ملحوظ خالص وقد يكون تاثيره عنيف للغايه، قد يكون بلا اعراض وقد تكون اعراضه مزعجه للغايه. دكتور ما هو عفريت العلبه؟ هذا ما سنستنتجه في سؤال هاني عفيفي. تعال نشوف. في 2013 عدد السيدات اللي أصيبوا بالأورام الليفية في الرحم كان حوالي 171 مليون امرأة حول العالم. حوالي من 20-80% من النساء معرضات للورم في سن 50. الورم الليفي واحد من أسباب تأخر الحمل وأحياناً بيتسبب في استئصال الرحم بالكامل. المرض ممكن تكون أسبابه وراثية أو ليها علاقة بمستوى الهرمونات، لكن عوامل الخطورة اللي بتزود احتمالات الإصابة بالمرض هي السمنة والإفراط في أكل اللحوم الحمراء. يا ترى هل كل الأورام الليفية يمكن استئصالها؟ وإيه المضاعفات اللي ممكن تحصل للمريضة لو ما تمش استئصال الورم الليفي؟ وهل في علاج تاني غير الخضوع للعملية؟ ثلاث أسئلة مهمة. بالتأكيد جميع الأورام الليفية يمكن استئصالها. منها ما هو داخل تجويف الرحم وما هو في جدار الرحم وما هو خارج جدار الرحم او في البارازيتك مايومز او الاورام الليفيه في اماكن تانية في الجسم. جميعها يمكن استئصالها سواء كان طبعا كل وقت بتعمل بالمنظار او في حاجات ما ينفعش فيها منظار اللي هي لها احجام معينه، احجام ضخمه جدا او اعداد معينه هتعمل فتح البطن. ده اول سؤال. السؤال الثاني يعني ايه المضاعفات؟ المضاعفات طبعا المضاعفات دي هتعتمد على سن السيده، لو هي في فتره التبويض او فتره الانجاب ممكن يسبب لها تاخر حمل او عدم حدوث حمل او يسبب لها اجهاض في اول ثلاث شهور او في ثاني او في الثلاث شهور اللي في النص او ولاده مبكره او يقدر يعمل لها لو هي فوق بعد سن الانجاب ممكن يعمل نزيف غير نزيف حاد مع الدوره الشهريه او حتى نزيف في غير اوقات الدوره الشهريه. ده بالنسبه للمضاعفات بتاعه الاورام الليفيه. كمان هل هناك علاج مختلف عن العلاج الجراحي في الاورام الليفيه؟ طبعا في علاجات كتير حضرتك. هو الاورام الليفيه تبقى فيه اختراعات كتير زي اليوتيران ارتر امبولايزيشن، هو تعمل جلطه في الشريان المغذي للرحم تقفله. ده حاجه مهمه جدا بتتعمل دلوقتي في مصر وحاجه حديثه حاجه قويه جدا وبتجيب نتائج هائله جدا. في العلاج الدوائي اللي في حقن كل شهر بتاخد طاوله المفعول لمده 6 شهور بتجيب تاثير هائل جدا بالذات في الناس اللي هم لازم هيعملوا عمليات استئصال اورام ليفيه واحجامها كبيره جدا جدا، فالادويه دي بتقلل حجمها كتير جدا شرينكينج. ولو هي بيعمل شرينكينج وفي بقى الموجات الصوتيه التردديه في موجات صوتيه بترددات معينه بتخش على الورم الليفي بموجات صوتيه تصادميه بتقفل الدم اللي واصل الاورام الليفيه فبيحصل له ضمور بيحصل له شرينكينج. وفي ام ار اي في ام ار اي فوكست بيم بتتحط على اللي هي الرنين المغناطيسي برضه على الاورام الليفيه وبتقفل الاوعيه الدمويه اللي واصله لها وبتعمل لها ضمور. بس طبعا ده يعتمد على الحجم. يعتمد على الحجم طبعا. مش كل الاحجام ينفع هو يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني 95% من الاورام الليفيه بيتم استئصالها بالمنظار. ما بقاش حاجه صعبه خلاص بقت حاجه سهله. هل الاورام الليفيه لهذه الدرجه تؤثر على الحقن المجهري؟ هي طبعا تاثيرها على الحقن المجهري بيعتمد على مكانها وعلى حجمها وعلى عددها وعلى قد ايه هي عامله ضغط على تجويف الرحم. فاذا كان السيده اجري لها حقن مجهري وما شالتش الاورام الليفيه وهتعمل تاني يبقى لازم تشيل حتى لو كان صغير.
ده 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 ده, ده ممكن يكون السبب نتيجه للكونتراكتيليتي او الانقباضات المتكرره اللي بيعملها الاوامر الليفيه من ناحيه تجويف الرحم. احنا يعني تكلمنا فيما سبق دي ده ورم ليفي بيتزرع. ده ورم ليفي في الجدار الخلفي من الرحم. بيتم استئصاله بالمنظار. وهي عمليه ما بتاخدش وقت كبير، دلوقتي خلاص الكبسول بتاع الورم اتفتح مفيش دم خالص. بيتم كي اي اوعيه دمويه بالبايبولر اهو زي ما احنا شايفين في الفيديو. ويخرج الورم ونطلع الورم الليفي ونكوي البيد بتاعته اللي هي الهايلم، المكان اللي بقى فيه الاوعيه الدمويه المغذيه للورم الليفي. وبعد كده زي ما حضرتك شايف كده، وبعد كده بنشيله بنعمل له مورسليشن بنخرطه بنفرمه ونطلعه بره البطن وناخد غرزتين مكان اللي اتشال منه الورم الليفي. عظيم زي ما حضرتك شايف. هل لابد من عمل سونار رباعي الابعاد او اشعه دوبلر على الحالات التي تريد حقن مجهري ام لا؟ سؤال. ده المريض النهارده بقى بيخش على النت وعارف جميع التفاصيل وعارف جميع التكنولوجيا الموجوده في العالم كله. فمش مقبول ابدا ان حضرتك عندك الجهاز بتاع رباعي الابعاد في العياده وعندك اجهزه الدوبلر وتكسل تعمل، خاصه ان هو مش مبقاش مكلف. يعني لو قارنته بالمنظار مثلا، حضرتك شايف دي صوره رباعي الابعاد 4 دي يوتراين كافيتي، لا يمكن كنت هتشوف ده الا لما تعمل 4 دي رباعي الابعاد وتجويف الرحم حاجز رحمي، هتعمل زي حقن مجهري واكم من الحالات عملت ما كانتش تعرف. لازم يتصلح بالمنظار الرحمي قبل العمليه. يعني ده 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 هو ده مثلا. فالدوبلر كمان الدم اللي واصل لتجويف الرحم او الدم اللي واصل للرحم نفسه لو قليل هيستلزم ان احنا لازم ندي ادويه قبل بدايه الحقن المجهري واثناء بدايه الحقن المجهري وبعد السيده ما تحمل. في ادويه معينه تمشي عليها فترات معينه بجرعات معينه. عشان كده مهم جدا جدا ان احنا نعمل دوبلر كنوع من التشخيص قبل بدايه الحقن المجهري، كنوع من التحضير كمان. دي حاجه مهمه للغايه يعني. تشوهات الرحم كثيره ومتنوعه واصبحت نسبتها زائده. لماذا وكيف نتعامل معها؟ لماذا دي اوان تشوهات الرحم منها كونجنتال ومنها ايتروجينيك، يعني منها الست مولوده بيها ومنها نتيجه لتدخلات خاطئه او تدخلات يعني 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 زي الالتصاقات اللي جوه تجويف الرحم مثلا. ما ده بيشوه تجويف الرحم نتيجه مثلا للكحت الغائر او الكحت زياده عن اللزوم، ده بيعمل تشوه في تجويف الرحم. الاورام الليفيه بتعمل تشوه في شكل الرحم وفي البوزيشن في الوضع بتاعه وفي حجمه. دي حاجات كلها بتيجي اللي هي اما التشوهات اللي الست موجوده بيها كتير جدا بقى. تبدا بان رحم ذو قرنين، رحم فيه حاجز سب سيبتم يعني حاجز غير مكتمل او حاجز مكتمل او يوترس دايدلفس اللي هو اثنين رحم كاملين يعني جسم رحم بعنق رحم بانبوبه هنا انبوبه هنا. دي كلها تشوهات الست بتتولد بيها وناس كتير جدا بتحمل بيها عادي جدا وفي ناس ما بتحملش بيها. امبارح بالمناسبه كان عندي حاله في العياده انا شفتها شخصتها ان هي حاجز رحمي طولي كامل. فبعتها تعمل ده بالسونار بتاعي رباعي الابعاد، فبعتها تعمل اشعه بالصبغه لان في بعض المشكله مع جوزها في الحيوانات المنويه وكده. فجالي التقرير انها يونيكورني تيوترس، يعني ايه؟ يعني رحم ذو قرن واحد. ده تشوه، ده هي مولوده بيه كده بانبوبه واحده سالكه. طب انا شايف في السونار ان هي سبتم، طب فين الرحم الثاني؟ يعني 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 حضرتك شايف في هنا في الصوره على الشمال خالص على الشمال خالص اهو، ده رحم فيه سبتم كامل في ناحيه يمين وفي ناحيه شمال وفي عنق رحم في فتحتين في فتحتين كل واحد من الصوره التحتانيه اللي على الشمال خالص. فانا قلت بص انا قلت لها حاجه واحده بس، انا مؤكد ان فني هو اللي عمل لك الاشعه لانه دخل الكانيولا اللي هي بيعمل بيها الصبغه في ناحيه واحده وما كلفش خاطر يشوف الناحيه الثانيه. فقمت مطلعها على السرير ثاني وجبت مامتها ووريتها مش بقى سونار بقى ابعاد ثاني، صورت لها بقى الابعاد ووريتها قد ايه هو حاجز كامل من فوق لحد تحت وقد ايه هو رحمين باثنين عنق باثنين جسم، وكمان دخلت لها منظار من تحت
وريتها الفتحه دي والفتحه دي عشان تقتنع، لان الكلام ده ممكن يبقى فيه مشاكل. هو رحم واحد بس، حاجز رحم في حاجز رحم في مصر بس هم لازم عارفين عشان هيجي في مرحله فاصله انك لازم تعالج وتعمل منظار رحم تشيله، وفي نفس الوقت انت ولا انا قصص ما بين الزوج والزوجه لازم الامور شرب وواضحه وصريحه. هو ده السؤال القادم يعني، هو برضه يعني الزوج الواحد ما يستعجلش في ال... هو ده السؤال القادم الحقيقه يعني. طالما احنا جبنا سيره الزوج، طبيب الذكوره اصبح له دور كبير جدا في عالم الحقل المجهري. تمام، بقى شريك، شريك بنسبه أساسي. كبيره كده. شريك اساسي. ولكن هو السؤال، هل تشوهات الحيوات المنويه تلعب دور كبير جدا في فشل الحقل المجهري، ولماذا ايضا زادت تشوهات الحيوات المنويه؟ التشوهات الحيوات المنويه بتلعب الدور الاساسي في فشل الحقل المجهري، بالذات لما تكون تشوهات في راس الحيوان المنوي. الحيوان المنوي بتكون من راس وعنق وديل. فالتشوهات زادت جدا لعده اسباب، منها التلوث البيئي، السكر اللي زاد جدا، ده في الصوره هنا انواع التشوهات في الحيوان المنوي، التشوهات في الراس، في العنق، في الديل بانواعها كلها. التشوهات لازم يتم التعامل معها بطريقه واضحه وصريحه، والقرار فيها قرار لازم يكون قرار دكتور الذكوره وليس دكتور النساء. يعني يجب اذا كانت التشوهات زايده عن حد معين لازم الدكتور النساء يحولها لدكتور الذكوره عشان يشوف هيدي له علاج ولا هيعمل عينه من خصيه بدل حالته المنويه الطبيعيه تطلع منه طبيعي. لان احيانا تطلع من الخصيه دي سواء كانت عن طريق المنظار او الفتح او الابره، بتطلع حالات منوية خام لسه ما لحقتش تتشوه، فيبقى ده في الغالب بيكون ده الحل الامثل. انك تاخد عينه من خصيه بالطريقه اللي يراها دكتور الذكوره. هناك سؤال ومنطقه هامه جدا في حوارنا يعني ينبغي ان نقف امامها بشكل تفصيلي، وهي انه بعض العائلات فيها امراض وراثيه. هيموفيليا في عائلات، ده مرض خطير جدا. دوشين مايوباسي، مرض ضمور العضلات الخاص بدوشين. تمام، ده في منتهى الخطوره ايضا، يصيب الذكور من العائله. بنسميه احنا في الطب يعني عشان طلبه الطب اللي بيتفرجوا علينا اكس لينكد ريسيسيف ديس اوردر، وده معناها انه استاذنا في البطن طبعا اتعلم من حضرتك. لا ده انت استاذنا. فهذه الامراض تستلزم سؤال مهم جدا، او تستلزم تدخل مهم جدا من عالم الحقل المجهري لاختيار نوع الجنين. برضو رجل عنده بنات نفسه يكون عنده ولاد، هنا يبقى السؤال عن نوع الجنين، وهذا ما سنسمعه من هاني عفيف. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور عن USB او فلاشة سعتها 1 تيرا بايت، اتضح بعد كده انها مزورة او نكتة او حلم الجميع في انتظاره. لكن هل تعلم ان كل حيوان منوي يحتوي على حوالي 38 ميجا بايت من المعلومات؟ وده معناه ان عملية القذف بتحتوي على حوالي 16 تيرا بايت من المعلومات الوراثية اللي بتحدد صحة وشكل وكمان نوع او جنس الجنين. لكن هل في طريقة نختار بيها الحيوان المنوي اللي شايل المعلومات اللي عاوزينها؟ أو بمعنى آخر، هل في طريقة لاختيار جنس المولود؟ عمليات الحقن المجهري بقت منتشرة أكتر وسهلة أكتر، هل ممكن من خلالها نحدد نوع الجنين؟ أو نضمن إنه هيكون مثلاً بصحة جيدة؟ تمام، واني بطريقه اخرى عايز يقول نضمن انه خالي من الامراض الوراثيه. طبعا ده وسيله موجوده في جميع مراكز الحقن المجهري، وهو ازاي نختار حقن منوي سليم كويس الاول. اللي هي عن بقى في قسم كامل دلوقتي اسمه يعني قسم امراض الذكوره او قسم السبيرم جوه معامل الحقن المجهري. هذا القسم بقى فيه مجهز بحاجه اسمها امزي، الامزي ده بيكبر الحيوانات المنويه 12,000 مره. ليقدر يعني بسهوله جدا يختار احسن الحيوانات المنويه شكلا وحركه وتشوهات كل حاجه. فديت خلاص دي قصه حسمت من زمان. اما العيوب الوراثيه، دكتور الجينات او استشاري الجينات او الامراض الوراثيه بنعرض عليه الاجنه في اليوم التالت، بياخد عينه ويفحص هذه العينات في اليوم التالت ويبعت لنا النتائج في اليوم الخامس.
يقول لنا والله ده ولد او بنت، ده رقم واحد لو هو عايز يعني يختار نوع الجنين، او عايزين نستفسر هل في دوشين مايوباسي، هل في هيموفيليا، يعني اي مرض وراثي انت خايف منه او فيه هيستوري سابق في العيله قبل كده، هو بيرد عليهم يقول لك لا دول ايبلويد. ايبلويد يعني ايه؟ يعني ما فيهمش اي امراض وراثيه، لكن الجنين رقم 3 و9 و11 دول فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، فبننقل احنا الاجنه السليمه اللي قال لنا عليها بارقامها بالبرنت بتاعها. الحضانه الذكيه والليزر دورهم في الحقن المجهري. الحضانه الذكيه دي احنا عملنا عليها حلقه كامله قبل كده، بس هي الحقيقه يعني بتثبت كل يوم كل يوم ان هي حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان انت ما تفتحش على الاجنه عشان تراقب مراحل النمو بتاعها. فديت عامله امباكت وعامله عائد هام جدا ومعليه نسبه نجاح جدا جدا في مراكز الحقن المجهري. فالمراكز اللي فيها حضانه ذكيه بالتاكيد تتميز عن المراكز اللي ما فيهاش حقن مجهري. ما فيهاش حضانه ذكيه. الاسم الكبير استاذنا الاستاذ الدكتور عادل ابو الحسن، استشاري امراض النساء والتوليد وعلاج العقمه، انت الزوجين واستشاري الحقن المجهري واطفال نبيب، وزميل جامعه كيل المناظير والجراحات الميكروسكوبيه بالمانيا، عضو جمعية الامريكيه للخصوبه والعقم. الحقيقه قبل ان اذهب اريد ان اكرر مره اخرى كلمه مهمه جدا للام، ام الكسندر ساموا، عندما قالت انه الحمل ليس عباره عن عجز وضعف وتعب، بل هو اعطاء حياه لشخص اخر صغير وضعيف يحتاج اليك لكي تحميه. كلام حلو قوي، خليكم دايما مع الدكتور. مش معنى ان انت فاقد مثلا 12 سنة انك هتحط 12 زرعة. فتح الفم اثناء النوم يضر بالاسنان جدا وممكن يؤدي الى التسوس. في انجلترا يحاكموا الدكتور اللي يعامل مريض السكر اكنه اقل من اي مريض عادي. مهما كانت حالتك، لا احنا قادرين ان احنا نغيرها. كل تركيزنا ان احنا ننسى التكنولوجيا شويه ونركز في التصميم، الرسمه. في تخصص نقدر نقول اهم في طب الاسنان؟ علميا مفيش حاجه اسمها كده. زمان لازم احط الزرعه واستنى تلتئم في العظم لمده 6 شهور، دلوقتي خلاص قضينا على النقطه دي. التكنولوجيا تحافظ على المهاره، والمهاره المفروض انها تحافظ عليها. بالطبع. انا متهيألي من وجهه نظري ما عداش علينا من خلال 5 سنين 3 شهور ما نزلش فيها جهاز جديد. الاشعه المقطعيه لازمه، لو ما عملتش اشعه مقطعيه قبل الزراعه انت بتتعرض لخطر كبير. بصي يا حبيبي على الدايره. هي فين الدايره دي؟ في اللوحه. هي فين اللوحه دي؟ على الحيطه يا ابني. بسم الله ما شاء الله، هو في حيطه كمان؟ ركز يا عم، الدايره دي فتحتها منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الاجابه الفتحه فوق. الله عليك، احسنت يا ابني والله. عيون كل العالم عيون. كل دي عيون؟ ربنا يحفظنا من شر العيون وامراض العيون. طب الناس بتحمي نفسها من شر العيون بالخرز الزرقاء والكفوف الزرقاء، لكن امراض العيون اللي بتيجي فجاه واللي غالبا بيكون سبب فيها الناس برضه باساليب حياتهم الغلط، زي القعده قدام الكمبيوتر بالساعات، بتلاقي الواد قدام الكمبيوتر 4-5 ساعات، ولبس العدسات من غير استشاره الدكتور، خصوصا في المناسبات السعيده اللي بسبب العدسات ممكن تقلب لمناسبات تعيسه. يا ناس، العيون دي نعمه من نعم ربنا علينا، لازم نحافظ عليها، ولما يحصل اي حاجه نروح لمين؟ اكيد لدكتور العيون. اهلا بكم. انا عايز اقول لكم حاجه كمان مهمه جدا جدا في جفاف العين وتاثر الابصار، هما الاثنين. الايام دي كتير من الناس بتعمل حاجات تؤثر على قدره العين على التركيز والابصار الجيد، وايضا على جفاف العين بدرجه مهمه جدا، وجفاف العين ده شيء مهم جدا. مثلا قالوا انه القرايه اثناء النوم على الظهر، ان واحد يجيب كتاب ويقعد يقرا، او طبعا في الايباد دلوقتي كتب قليله، ده ممكن يؤدي الى جفاف العين، ولازم تقعد وانت بتقرا، يعني لازم وانت بتقرا من الموبايل من ايباد مش عارف ايه الكلام ده كله تقعد.
كمان الهاتف المحمول، استخدام الهاتف المحمول بكميات كبيرة أو لفترات طويلة ده بيجهد العين وبيؤدي إلى الجفاف وأيضا يؤدي إلى ضعف الإبصار. قلة شرب المية دي مهمة جدا جدا جدا، لقوا أنه قلة شرب المية تؤدي إلى جفاف العين وبرضه تأثر الإبصار وحساسية العين المفرطة. قيادة السيارة ليلا لقوا أنها بتؤدي إلى جفاف العين. استخدام الكمبيوتر وعدم الاهتمام بارتداء نظارة شمسية أصلية حقيقية مش أي كلام، ده لقوا أنه بيؤدي إلى جفاف العين. الموضوعنا النهاردة على فكرة يعني قريب جدا أو له علاقة برضو وثيقة بجفاف العين، يعني كتير من ما يشاع عن الليزك أو الاستخدام الألترا ليزك أو الكاستم ليزك أنه بيؤدي إلى جفاف العين، ده دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ هذا من ضمن الحوار. ضعف العين التدريجي، واحد يضعف عينه بشكل تدريجي ده ويطنش، لكن عيني بتضعف ومطنش. في ناس غلابة مش يعني حتة أنه يروح لدكتور عيون بالنسبة له يعني حتة أوبشن مش 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 سهلة. هو بروح المستشفى يقابله مستشفى مثلا قريبة ما فيهاش أخصائي عيون، ما فيهاش استشاري عيون، فيها ممارس عام معلوماته عن الرمد، ودايما ممارسين العام معلوماتهم عن الرمد قليلة قليلة. هو بيبقى شاطر في البطنة، بيبقى شاطر في الضغط، بيبقى شاطر في الجلدية، مذاكر جلدية، لكن العيون لا، عايز أخصائي ما يعرفش يقدر يتعامل معه. الحوار النهاردة مهم جدا جدا ومثير مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم المتميز والحضور الرائع الحقيقة في عالم العيون، الأستاذ دكتور محمد دشين، استشاري وأستاذ طب وجراحة العيون بكلية طب جامعة الأزهر، دكتوراه طب وجراحات العيون، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، استشاري الشبكية والجسم الزجاجي والليزك، واستشاري تصحيح الإبصار والليزك، الاسم المتميز والحضور الرائع. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور، منورنا ويعني سعداء بهذه الزيارة الرائعة. أنا متشكر على الاستضافة الجميلة دي من حضرتك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. النهاردة عندنا حوار عن عيوب الإبصار، عيوب الإبصار، وكلمة عيوب الإبصار برضو كلمة مش واضحة عند كتير من الناس. إيه هي عيوب الإبصار؟ أهم وظيفة للعين هو النظر، يعني في وظائف تانية للعين كثيرة جدا ولكن أهمها النظر. إيه وظائف التانية؟ وظائف التانية تحديد الألوان، تقدير المسافات، إنما في الآخر أنا أهمني أشوف كويس، حتى لو أنا عندي عمى ألوان بس اهم حاجه عندي ان انا شايف كويس. ايوه ده اهم حاجه عندي هو النظر. فعايزين نقسم. انا برضو استغربت الجمله، بس فعلا الالوان دي مهمه. مهمه جدا. بس انا لو بشوف الدنيا ابيض واسود بس شايف تمام مبسوط. في افلام ابيض واسود، في افلام ابيض واسود سعداء جدا. فضعف الابصار عندنا حضرتك لازم نقسمه تقسيمه الناس تستوعبها شويه معانا. في حاجات تقليديه معروفه اللي هو قصر نظر، طول نظر، استجماتيزم، واشهرهم دلوقتي وجديد على الناس مش عارفينه النوع الرابع وهو عيوب انكسار الضوء. عيوب انكسار الضوء ده ما كانش معروف بالنسبة لنا خالص في الطب غير لما ظهر تصوير اسمه ويف سكان أو تخطيط لسطح العين من الداخل. ده ظهر إن في حاجات بيبقى الإنسان شايف بنضارته وده أحسن مقاس بالنسبة له، بس عنده دايما الصورة مش حلو، عنده عيوب انكسار الضوء، ودي بتبان بقى في الحاجات الدقيقة. بيجي مهندس بقى يرسم رسم هندسي أو واحد يسوق بالليل والإضاءات مش واضحة، يبان عنده إن الضوء لما بيدخل العين بيحصل له تشتيت. أيوة. ما بيخشش يرجع في فوكس واحدة ويشوف الصورة شارب. ده بيحصل لي على فكرة سعادة، ده زيوغ بصري. زيوغ بصري. اللي هو تبص تلاقي بقى إيه وأنا ماشي كده بص تلاقي النور بتاع اللمط بتاعت البتاع منتشر. طالع منه. عامل هالة. أيوة طالع على فكرة منه. التصوير تشويش. دلوقتي عامل الحكاية دي. اهو ده البتاع دي اللي هي الاضاءات، الاضاءه بتاعه الكاميرا عامله لنا مش طالعه لمبه واضحه، طالعه حاجه يا اما حواليها هاله يا اما طالع منها خيوط. بس خدت على كده، خدت على كده يشوف العربيات بالليل وهو ماشي، العربيه اللي قدامه ما تدوس ستوب يلاقي الكشاف الاحمر طالع منه، الكشافين مقربين من بعض عاملين تشويش. حاجات زي كده. عيوب انكسار الضوء دي كان زمان الناس تشتكي منها واحنا ما بنقدرش نفسرها. يعمل نظاره مش عاجباه، هو ده عيوب انكسار الضوء. يبقى عندنا قصر وطول واستجماتيزم وعيوب انكسار الضوء. شرحنا عيوب انكسار الضوء. قصر النظر يعني النظر مسافته قصيره. بص اشوف حضرتك ده المنظر ده. الناس فاكره ان ده عادي، لا ده مش عادي، ده عيوب انكسار الضوء. قصر نظر يعني انا بشوف على مسافه قصيره، طول نظر بشوف على مسافه بعيده، استجماتيزم بشوف كل حاجه ولكن عندي زغلله. زغلله غير دي خالص، الزغلله يعني الحاجه اللي فيها خطوط اشوفها متكرره. خط الباب اشوف له خيال. وظهرت ايه؟ عيوب النظر. عايزين نقسم تقسيمه ثانيه بقى الناس تاخد بالها منها جدا، وهو ان ضعف الابصار ده حاجه عاديه ممكن تحصل لاي حد، نظره ضعيف كل سنه او اتنين بيغير مقاس نظارته اموره عاديه. ولكن في امراض في العين بتظهر على شكل نظر ضعيف. لازم دي ناخد بالنا منها جدا. اشهرها المايل بيضه.
المية البيضاء لما بتظهر في العين بتظهر على شكل النظر ضعيف، سواء كانت المية البيضاء دي تعمل كسر نظر او تعمل طول نظر او تعمل استجماتيزم، تعمل الثلاثه دول. عندنا القرنيه المخروطيه تعمل عيوب انكسار ضوء وتعمل قصر نظر وتعمل استجماتيزم وتعمل طول وقصر مع بعض اللي هو النظر المركب. فلازم نعرف ان ضعف النظر يا اما حاجه عاديه يا اما حاجه مرضيه. كويس، حلو قوي. الليزك بقى بيعمل ايه في الحاجات دي؟ الليزك يعالج، ايه هو فكرته؟ الليزك الاول بيعالج النوع الاول اللي اتكلمنا عنه اللي هو النوع العادي، قصر طول استجماتيزم عيوب انكسار ضوء. فكره الليزك اول ما ظهرت الليزك ظهر ان هو بص للعين على ان القوه البصريه بتاعه العين تكمن اساسا في القرنيه. يعني فوق ال 50 60% من قوه انكسار الضوء للعين او الرؤيه بتكمن في القرنيه، والقرنيه عشان الناس تعرفها هي الجزء المدور الملون في عينينا ده اللي هو نني العين المدور ده، ده القرنيه. القرنيه دي شفافه زي ازاز الساعه بالظبط، لما نقول الساعه بتاعتنا ليها ازاز هي دي القرنيه بتاعتنا. والقرنيه دي نسيج يا دكتور ايمن، لازم نعرف برضو الناس تعرفه انه نسيج مركب، يعني نسيج له سمك مش ورقه زي الازاز كده، لا ده نسيج ليه سمك، فالقرنيه ليها سمك. فاذا كانت دي قرنيه الانسان ونبص لها من الجنب فهنلاقي ان هي بتتكون من طبقات، والطبقات دي ليها سمك. طبقات زي الورق بتاع اللي انت بالظبط كده. مش القرنيه مش ورقه واحده، لا القرنيه دي طبقات، مجموعه من الطبقات، فبالتالي ليها سمك وبالتالي ليها كيرف. القرنيه دي ليها كيرف زي ازاز العربيه بتاعنا كده، بيبقى ليه كيرف ما بيبقاش فليت. ايوه ازاز العربيه لازم يبقى له كيرف كده. وده يظهر منه شكل القرنيه الطبيعي. يبقى لازم نعرف ان القرنيه بتاعتنا ليها طول، ليها عرض، ليها كيرف، ليها سمك. واللون مش جاي منها، ده اللون جاي من اللي وراها زي المينا بتاعت الساعه. الساعه ازاز ووراها المينا ليها لون. أيوة. فاللون ده حاجه ورا القرنيه وهو ايه القزحيه بتاعت العين. عظيم. وكل وتختلف السمك من شخص لشخص، تختلف السمك من شخص لشخص، ودي حاجه بتبقى طبيعه في الشخص. زي الطول، زي الجسم، زي اللون، في ناس ليها سمك تخين وفي ناس ليها سمك القرنيه بتاعهم رقي. وعشان كده لما نيجي نفكر في تصحيح الابصار بنفكر الاول القرنيه بتاعتي دي ينفعلها ولا ما ينفعلهاش. فبدا اول مجموعه من تصحيح الابصار هو الليزك، او تصحيح الابصار عن طريق القرنيه. دي كلمه الليزك معناها تصحيح الابصار عن طريق القرنيه، لان يعني في تصحيح الابصار عن طريق حاجات تانية غير القرنيه. كويس. فلما بدات القرنيه نتكلم عنها، بدأنا نتكلم بقى هل القرنيه دي الانسان ده عنده قصر نظر، يعني القرنيه بتاعته عاليه جدا عامله كده، ولا الانسان ده عنده طول نظر فالقرنيه بتاعته فلات. فاذا كانت فلات فانا عايز اصلح له الفلات ده او طول النظر ده بان انا ارفع له القرنيه للشكل الطبيعي، الكيرف الطبيعي اللي الانسان مخلوق عليه. فكده صلحت له طول النظر. واذا كان قصر النظر يعني الانسان عنده قرنيته عاليه جدا بالمنظر ده متحدبه قوي، فانا برجعها له للشكل الطبيعي تاني. وظهرت من هنا فكره الليزك. دي فكرته تمام كده. طب لا ندخل في فكرته الاعمق بقى، هو بيشتغل ازاي على القرنيه؟ لان احنا دلوقتي قلنا ان الليزك هو العمليه التي تصلح الابصار عن طريق تعديل القرنيه. تعديل القرنيه او رجوع القرنيه للشكل الاصلي المفروض تكون عليه. اوكي. فبدانا في قصر النظر نفكر ازاي نخلي القرنيه العاليه او المتحدبه دي ترجع لشكلها الطبيعي تاني، فكان ده بياخد من سمك القرنيه. يعني اذا كانت القرنيه دي سمكها 20 30 ورقه، فالانسان ده نظره ضعيف اقدر اصلحه عن طريق ان انا بشيل من سمك القرنيه ورقه او اتنين. تمام كده. فبقت القرنيه بتاعته على شكل اللي انا عايزه. عشان كده لازم يكون سمك القرنيه بتاعي يسمح ان انا اشيل منه سمك. ما ينفعش يبقى عندي القرنيه ضعيفه وانا اضعفها اكتر بان انا اشيل منها جزء من جواها. وده اللي بيحصل في قصر النظر. فلازم الاول اعمل تخطيط القرنيه. ده اللي احنا شايفينه الليزك التقليدي الاول خالص، اول ما طلع الليزك ان هو بيجي بمشرط او بمكنه كده واضحه جدا انها دقيقه قوي، تاخد فلاب من سطح القرنيه. فبيفتح القرنيه على شكل الفلاب ده. الفلاب ده بيبقى مفتوح من ثلاث اماكن كده، وتبقى القرنيه سطح القرنيه بيتعرض للليزر ويرجع الفلاب لمكانه تاني زي ما انا سبت الورقه دي كده. كويس قوي. فالفلاب بيترفع كده وتتعمل الليزر في الاستروما او في القاعده بتاعه القرنيه، ويرجع الفلاب تاني لشكله الطبيعي. بيعمل الليزر في جوه القرنيه بيشيل منها سمك. هو ده اللي بيحصل في قصر النظر، بيشيل من سمك القرنيه سمك. تمام كده يا دكتور؟ واضحه جدا. واضحه جدا. لما نيجي في طول النظر، لا انا ما بشيلش سمك. في طول النظر انا مش بشيل سمك. طول النظر انا بعمل ضغط على اطراف القرنيه، وكل ما بعمل الضغط كل ما القرنيه بتعلى لفوق بنفس سمكها. ما بشيلش حاجه من سمك القرنيه. بعمل فلاب، ايوه بعمل فلاب، لازم اعمل فلاب. بعمل ليزر فين؟ على اطراف القرنيه بس. كل ما بتضغط على اطراف القرنيه كل ما بتطلع القرنيه شكلها الطبيعي بدون ما بتاثر على سمك القرنيه. فما فيش حاجه اسمها ان واحد عمل ليزك علشان طول نظر ومعرض في المستقبل ان هو جاله قرنيه مخروطيه او قرنيه ضعفت او قرنيه حصل فيها بروز
لان انا اللي بعمل فيها البروز ده وده محسوب. ده مش بروز مرضي, ده بروز انا عامله. تمام كده مفهوم. نيجي في الاستجماتيزم, يعني القرنيه عندي مش منتظمه بقى, القرنيه فيها مطبات, يعني فيها جزء عامل كده وجزء عامل كده, ده الاستجماتيزم. عامل زي سكن العربيه لما تخبط بالظبط كده, فلازم انا ايه استعدله كده وارجع ده كده خلاص كده. هو ده الاستعداد. هي فعلا سكن العربيه لازم كده في الاستجماتيزم. انا بصلح مطب في القرنيه, المطب ده لازم يكون كده, انا برجعه كده تاني. بس دي فكرة القصر والطول والاستجماتيزم. عظيم. واضح في كلامك وانت بتتكلم في الاول اللي انت رحت جايب سيرة القرنية, لازم نتأكد من ان القرنية ممكن يتعامل معها من ناحية السمك ومن ناحية ان هي قرنية هتغفر لي اللي انا هتعامل معها بيه, يعني مش هتضايق. تسمح. مش تسمح. قرنية تسمح. هعرف منين؟ لازم نعمل تخطيط لسطح القرنية. تتصدم حضرتك لما يجي عيان العيادة وعامل ليزك وتقول له فين التصوير بتاع قرنيتك قبل الليزك, يقول لك ما حدش عمل لي. يعني دخل العيادة عند دكتور تاني قال له نظري ضعيف, خش اعمل ليزك, عمل وخرج وخلاص. مفيش حاجة اسمها كده, لان احنا عندنا مشاكل في القرنية ما بتبانش غير في التخطيط. ده التخطيط هو النهاردة عايزين نبينه للناس, ده اسمه تصوير لسطح القرنية. بيشوف تضاريس القرنية باختصار كده, بيشوف تضاريس القرنية, بيقول اللي جبنا اللي قلنا عليه من شوية, بيجيب طول القرنية وعرض القرنية وسمك القرنية. يا دكتور أيمن اللي احنا معلمين عليه بالسهمين فوق دول اللي هو الطول والعرض, K1 وK2, أي حد يقراه في الدنيا يفهم K1 وK2. لازم K1 وK2 دول يكونوا في حدود الأربعينات, يعني في حدود من 41 لحد 47. أكتر من كده أقلق منه, أقل من كده أقلق منه. أقلق منه بمعنى إن ده ممكن ما ينفعلوش تصحيح, أو محتاج طرق معينة في التصحيح, او ممكن احتاج لطريقه تانية خالص بعيد عن القرنيه. يعني ايه ما ينفعلوش؟ يعني انا في حالات زي كده كنا زمان نقول له روح ما تعملش. النهارده بنقدر نقول له انت محتاج فيمتو ليزر بقى. طيب ايه الحالات اللي هتستفيد عشان يفهموها والمميزات بتاعت الليزك؟ الحالات اللي هتستفيد من الليزك الانسان اللي قرنيته سمكها فوق ال 500 كويس, ده انسان كويس جدا. الانسان اللي الطول والعرض بتاعه في حدود الاربعينات المسموح بيه كويس, الانسان اللي ما عندوش قرنيه مخروطيه في التصوير, الانسان اللي مقاس نظره في حدود الليزك. عايز بس اقول النهارده معلومتين مهمين قوي عشان الناس بتبقى ساعات مش عارفه امتى ينفع لي ليزك وامتى ما ينفعليش. المسموح بيه دوليا ان انا اصلح فيه القرنيه ان انا ما اشيلش من القرنيه اكتر من 20% من سمكها. اي حد يقدر يحسبها, سمك القرنيه مكتوب تحت خالص. احنا معلمين عليه بالسهم الاحمر, الناس بتتراوح ما بين ال 500 لحد ال 590. لو ضربتهم في 20% يطلع لك الرقم اللي مسموح. الخمس بتاع الرقم الخمس. كل ما تقل عن الخمس خير وبركه, فوق ال 20% ممنوع. يبقى انت من 15 ل 20% مسموح انك تشيل من القرنيه. يعني لو انت 500 هاخد منك 100, هاخد منك 85, هاخد منك 90 كده. هيحكم لك القاعده الثانيه بقى. يبقى اول قاعده ان انا مسموح لي اشيل ماكسيمم 20%. كويس. القاعده الثانيه مش مسموح لي اسيب قرنيه اقل من 400. مفيش عيان يروح بقرنيه اقل من 400. يعني انا لو شلت, لو هي مثلا 500 ما ينفعش اشيل من ال 500 دول اي حاجه تخليني يبقى لك 400 بس. اقل من 400 لا, 400 ممنوع. كده حولت انا القرنيه ضعيفه. ايوه مظبوط كده. خليك 450, خليك 420. طب ايه هو اللي بيتشال بقى, بيتحسب ازاي؟ كل درجه من ضعف النظر بتشيل 12 من سمك القرنيه. 12 مايكرو من سمك القرنيه. كويس. يبقى انا لو عندي ضعف نظر 5, 5 في 12 ب 60, يبقى انا عايز اشيل من القرنيه دي 60 مايكرو. القرنيه دي سمكها 560, حلو قوي. يبقى انا اشيل ال 60 هتبقى له 500, ده هايل. ان هو كده انا بعيد خالص عن 400, فهي نسبه وتناسب. طب واحد تاني قرنيته 490 ومقاسه درجه, حلو قوي, مقاسه درجتين, حلو جدا, هشيل 24 بس. هيبقى له قرنيه فوق 400 بكتير. حلو. فهي الفكره انا مقاسي كام, قرنيتي سمكها كام. حلو اللي انت قلته ده. هقدر اسيب كام في القرنيه, مسموح ان انا اعمل ليزك ولا مش مسموح؟ ده الكلام ده بقى يخليكوا ايه وانت قاعد كده معلم, فاهم انت؟ يحسب. عشان كده قالوا ان اعلى قصر نظر. تسمع الكلام ده كذا مره عشان تعرف تتعلمه, يعني عايز الحلقه الثلاث اربع دقائق اللي فاتوا دول يتسمعوا ثلاث اربع مرات عشان تستوعبوا, بس عمليات حسابيه. هنقول تاني بقى حته مهم. عشان كده قالوا مفيش حد يعمل ليزك فوق ال 10 ماينس 10. لان ال 10 في 12 ب 120, ف 120 ده ماكسيمم ال 20% بتاع اي حد. فما ينفعش حد فوق ال 10 10 ونص يعمل ليزك, بعد كده صعب. ال 13 وال 14 ماينس ده ما يقدرش يعمل ليزك. علشان كده لما جينا نقول للناس اللي عندها طول نظر انا برفع لها القرنيه كده,
فاحنا قلنا من شويه ان كي 1 وكي 2 المفروض ما يعدوش ال 47 فلما اجي انا واحد عنده طول نظر هرفع له القرنيه بمقدار ما يعديش ال 47 هو كان جاي لي 42 ممكن اروحه 46 47 ما ينفعش اروحه 50 50 انا حولته القرنيه مخروطيه. ايوه طيب هحسبها ازاي؟ كل درجه في طول النظر بترفع من القرنيه 3 ارباع واحد الا ربع. فاذا كان عنده كي 1 مثلا او كي 2 42 وعنده طول نظر 5 درجات فتقريبا هرفع له 3 درجات يبقى ال 42 مع الثلاثه اللي انا هرفعهم له يبقى 45 ممتاز انسان طبيعي صورته واضحه قرنيته سليمه وطبيعيه فمفيش حاجه اسمها طول نظر يتصلح اكتر من 6 فلو واحد جاي لي بطول نظر مثلا 8 مش مسموح لك بالليزك. ليه؟ لان انا هرفع القرنيه قوي هخليها 50 كده حولتك لقرنيه مخروطيه او قرنيه بارزه او الصوره مشوشه. تمام كده؟ طب بيجي ناس ساعات يا دكتور ايمن عندهم طول نظر فوق الستة وفوق السبعة وبينفع له ليزك ازاي؟ هو بيبقى معاه عنده استجماتيزم ماينس 3 مثلا. فلما يبقى عنده 6 طول مع 3 قصر يبقى النهاية كام؟ 3 بس طول. لما تجمعهم جمع جبري هتلاقي الستة مع 3 يطلعوا 3. أنا مش عايز أصعب الموضوع على الناس، أنا عايز أقول لهم إن مفيش حاجة اسمها رأي دكتور إنه ينفع رأي دكتور إنه ما ينفعش. في علم في الموضوع. أيوة. في حتة علمية في الموضوع. وفي حسبة بتتحسب. مش مسموح لك تشيل أكتر من 20% من 15 ل 20. مش مسموح لك تسيب عيان أقل من 400 مايكرون القرنية بتاعته. كل درجة من ضعف النظر بتشيل 12 مايكرون من القرنية. مش مسموح لك تسيب قرنية ارتفاعها أكتر من 47. قبل ما نمشي. تمام. جبت سيره القرنيه المخروطيه اكتر من مره على انها الشيء المخيف دايما كده كل ما نيجي عاملين احنا ماشيين زي ماشي على سور سور ضيق كنز كده وكل ما تيجي هتقع من السور اسمع كلمه قرنيه مخروطيه تيجي الناحيه دي هنقع من الناحيه دي قرنيه مخروطيه واضح انها البعبع هي طبعا هتاخد حلقه لوحدها القرنيه المخروطيه لكن النهارده واحنا بنختم ايه القرنيه المخروطيه انا عايز اقول بس حاجه انا جاي لي عيان شايف بنضارته ممتاز وعايز يطلع شايف بنضارته اكتر من الممتاز وجاي لي عيان قرنيته سليمه عايزه يروح بقرنيته سليمه مش مريضه القرنيه المخروطيه مرض قصر النظر مش مرض طول النظر مش مرض انما انا مش هينفع احوله من واحد عنده قصر نظر لواحد مريض قصر النظر ما يتقالش عليه مرض ده ايه عيب ابصار عيب ابصار ولكن في قصر نظر متطور او قصر نظر نتيجه ميه بيضه ده موضوع تاني له حلقاته ولكن قصر النظر البسيط المعروف ما ينفعش عيان جاي لي بيه اروحه عنده قرنيه مخروطيه لان ده مرض القرنيه المخروطيه معناها بروز غير منتظم في القرنيه وسطح القرنيه بدل ما كان كده بقى منعوج بالمنظر ده ده سطح القرنيه عندي في القرنيه المخروطيه يعني في انعواج فظيع ولازم اصلح الانعواج ده ونزرع له حلقات داخل القرنيه بالفيمتو ليزر ودي عايز لها طبعا شرح مفرط ولكن الحلقات من الطفره العظيمه اللي حصلت في القرنيه المخروطيه وبالفيمتو ليزر بدون جراحه ولا بنج كلي ولا حاجه خالص يعني الحلقات الحلقات تطورت تطورا كبيرا حضرتك الحلقه بتتحط في خلال دقيقه او دقيقه ونص بتحط الحلقه جوه القناه اللي عملتها جوه القرنيه بالفيمتو ليزر بدون جراحه بدون بنج كلي والعيان صاحي باصص على ضوء الليزر بيعمل التانل او المكان جوه القرنيه وبتحط الحلقه في خلال دقيقه او دقيقه ونص بتكون مخلص العمليه. بتصلح له قرنيه مخروطيه بتحوله من انسان مريض بقرنيه مخروطيه لانسان سليم ما عندوش حاجه. الحقيقه انت النهارده ابدعت جدا في شرح من يحتاج الليزر. واول مره نوصل المشاهد للمستوى ده من الفهم وده لازم ده انت قلتها في 5 دقائق. ده احنا لو عدناها كمان في حلقتين كمان الناس تحفظهم ضروري يعني انا بدات احفظ 3 ارباع الكلام اللي انت قلته يعني كل كلام قصر النظر انا حفظته طول النظر بصراحه متلخبطه شويه طول النظر وعايز اشرح مره وثانيه عايز اشرح كذا مره لكن كل قصر النظر اسمحه لك انه انت عندك 20% مش المفروض تقل القرنيه على 400 فوق ال 10 ونص خلاص مفيش ما ينفعش كل ده ضعف النظر بيشيل 12 مايكرون تقدر تحسبها وانت قاعد في البيت على التصوير بالظبط كده كل درجه بتشيل 12 مايكرون صح انا حفظت نورتنا شكرا يا دكتور كل الشكر ضيف العزيز والقيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد لشين على هذا الحوار الممتع جدا والاكاديمي طبعا جدا لكن من قلب الجند دكتور محمد قال حاجه بذكاء شديد جدا لانه الناس ممكن يضحك عليها ممكن تروح حاجه مركز مش عارف ايه المركز الجامد قوي بتاع العيون ولا حد في المركز ده اساسا من الناس يعني المتخصصين جدا شويه لا ماشي وتلاقيه اي حد يدخل يا باشا ليزر جميل يدخل من غير تخطيط ومن غير حاجه ونطلع بمشكله ضخمه جدا هطرح عليه هذه المشاكل في الحلقه القادمه خليكم مع الدكتور
بكم. الحوار اليوم مثير للغاية ومهم جدا جدا جدا. بداية الحوار عنوان مهم جدا، ان السمنة تزيد من معدلات الإصابة بالسرطان عند السيدات. واو، بمعدل كام يا سيدي؟ قول كده. ضعفين؟ ثلاثة؟ أربعة؟ عليها بخمسة؟ ست أضعاف. ست أضعاف، يعني لو في واحدة ست عندها نسبة الإصابة أو فرص الإصابة مثلا بنوع معين من السرطانات 10%، لو هي عندها السمنة ستزيد فرص الإصابة ليها توصل ل 60% انها تصاب بهذا. خطير جدا. اللي عمل هذا البحث ناس مهمين جدا في مركز ابحاث السرطان بالمملكه المتحده، ودايما الانجليز دقيقين جدا فيما يتعلق بالنسب بالارقام، ادق ناس في العالم بشوفهم بيتعاملوا مع الارقام. وقالوا انه الفكره هي مقارنه ما بين الستات والرجاله، فلقوا ان الستات بالذات معدلات الاصابه بتاعتهم بتزيد بمعدلات كبيره عن الرجال. يعني لو قلنا ان السمنه اصابت الرجل بتزود معدلات اصابته بالاورام السرطانيه، لكن الست اكتر، الست اكتر. واتكلموا طبعا عن انماط الحياه غير الصحيه اللي هتزود معدلات الاصابه بالسرطان في الفترات القادمه بالنسبه لمرضى السمنه المفرطه. ويتحدثون عن انواع مختلفه من السرطانات، زي سرطان المبيض، زي سرطان الثدي، تخيلوا، زي سرطان المعدة. في سرطانات بتعتمد على الهرمون الامبالانس أو الخلل الهرموني زي المبيض والثدي. أكيد إذا هناك خلل هرموني في السمنة كبير بيحصل طالما هذه الزيادة موجودة. وفي سرطانات أخرى لا تعتمد على الهرمونز، هي تعتمد على أشياء أخرى قد تكون عوامل خفية لكن تبقى في منتهى الخطورة، زي سرطان البنكرياس مرتبط بالسمنة، زي سرطانات المعدة مرتبطة بالسمنة. في الرجال كل أنواع السرطانات مرتبطة بالسمنة. ويبقى العامل المهم جدا هو أن يعود الإنسان في أي وقت من عمره إلى الحجم الطبيعي. دايما السؤال هل تأخر الوقت؟ في الطب دايما أقول لم يتأخر الوقت. يتأخر الوقت عندما تكون أنت نفسك مستسلم. استسلمت أنت نفسك اللي أخرت الوقت، بس استسلمتش خلاص. الوقت عمره ما كان ابدا خارج عن الكنترول. ودايما دايما روبرت دينيرو كان بيقول في فيلم هيت، الفيلم الرائع، دائما هناك وقت، دائما هناك وقت. هذا المعنى ستفهمونه اليوم مع ضيفي العزيز اكيد، والمعنى المهم جدا في جراحات السمنه في سن مش صغير. هذا حوار مثير للغايه مع القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير استاذ دكتور وليد ابراهيم. علاج السكر عن طريق تحويل المسار، هل هذا علاج دائم؟ محدش عارف. دي إجابة رائعة علمية دقيقة. أنا وظيفتي إن أنا أصغر من حجم المعدة. العملية دي يا جماعة بتعتمد على مهارة الجراح. فأنا بعتمد في المتابعات على كمية الأكل. بحب جدا الهجمات المبنية على بيزد علمي. هو العيان نزل في الوزن عشان الأعراض تروح، تحويل المسار ليها دور ميتابوليك. الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. ضيفي عزيزين طبعا صاحب الدعوه الاستاذ دكتور وليد ابراهيم، اهلا بك دكتور وليد. اهلا دكتور ايمن. وطبعا ضيفتي وضيفه الدكتور وليد هي الحاجه سعاد بدر عبد الرب جوهر. الحاجه سعاد احدى مرضى الدكتور وليد، والحاجه سعاد منورانا في الاستوديو، سعيد جدا بزيارتك. اهلا بيك يا حاجه سعاد، منورانا النهارده وسعيد جدا بهذه الزياره الجميله. حاجه سعاد كانت هي طبعا تقترب يعني 58 سنة، لأن أنا شفت الحاجة سعاد ما شاء الله شكلها حاجة و40 سنة، يعني مش مجاملة والله بتاعت، يعني فعلا شكلك صغير. الجميل كمان غير إن الرشاقة البينة، لأن حاجة سعاد كانت 130 كيلو، دلوقتي الحاجة سعاد 68 كيلو.
اكرام. الحمد لله. فده حاجة رائعة جدا ما شاء الله. وعملت عملية تحويل مثلا ما شاء الله. بس ليها قصة دكتور وليد، يعني الحاجة سعاد ليها قصة اعتقد مش بس تختصر في حتة انها كانت عندها حصوات كلى وقالوا لها اعملي أشعة وما عرفتش تعمل أشعة. النظرية اكبر من كده، بس عايز اسمع منك بداية القصة. هي طبعا كان نفس المشكلة الشائعة، في زيادة في الوزن وفي ارتفاع في ضغط الدم، والعائق دايما اللي بيفكروا اللي هي كانت بتفكر فيه وناس كتير بتفكر فيه كلمة السن. طب هو 58 سنة احنا ممكن نعمل عمليات تكميم او تحويل؟ هو هيبقى فيه نوع من انواع الامان في 58 سنة او في الخمسينات او الستينات او السبعينات؟ هي دي النقطة. يعني انا مش شايف ان الحاجة سعاد النقطة اللي فيها الضغط وفي نفس الوقت السن. فمن واقع الحالات اللي احنا برضو عملناها، لا احنا عملنا الحمد لله لغاية 74 سنة، وممكن نعمل لغاية 80، ممكن نعمل لغاية 90 سنة. المعيار مش سن، المعيار هي القابلية ان يبقى فيه حالة تخدير الجسم. حالة الجسم يبقى فيه تخدير تتعمل العملية بأمان، وان هو يعني سوري اللي هو يتخدر ويقوم بامان، ريسسيتيشن جيد اللي هو متوقف على التقييم الكلينيكي للمريض ان انا بشوفه صحيا، زائد التحاليل اللي هي تحاليل فيما قبل العمليه. دي اللي بتقول لا ده هو ممكن نعمل العمليه، خاصه ان احنا يعني بفضل ربنا التكميم بقى ياخد 25 دقيقه وتحويل المسار ما بين 55 دقيقه ل 60 دقيقه. العدد في الحالات اللي هو الليرنينج كيرف اللي هو على مستوى العالم كله بعد 100 حاله، لما نعدي 1500 حاله فالليرنينج كيرف بيبقى عالي بفضل ربنا، الوقت بتاع العمليه يبقى قليل. اللي انا بلخصها ببساطه للمشاهد ان العمليه عامله زي الخبطه، زي ضربه الشاكوش بالظبط، تروما. كلما كانت ضربة الشاكوش الوقت في الضرب قليل، كل ما كانت كمية الضرب والتأثير على الجسم أقل. يعني لو عملناها في نص ساعة هيبقى أحسن من نعملها في 45، ولو عملناها في 45 أحسن من نعملها في ساعة ونص. ولكن كل عيان برضو ليه ظروفه، احنا بنتكلم في متوسط. فالمشكلة الأساسية عندها ضغط وسن، لا سن يسمح ان احنا نعمل عملية. ناتج من ايه؟ ناتج من الفحص الإكلينيكي وناتج من التحاليل بتاعتنا. طيب ضغط، نبدأ نفكر في ايه؟ نبدأ نفكر في عملية تقلل من الوزن وفي نفس الوقت تعالج الضغط بنسبة تكاد تصل بإذن الله لمية في المية. طب ليه ما نعملش تحويل مسار؟ تحويل مسار لما بنيجي نعمله، ودي بقى مختلفة من دكتور للتاني، وده على مستوى العالم، الناس ممكن يبقى عندها مشكلة في العد. عد اللي هو ايه؟ هو تحويل المسار احنا بنعمل فيه ايه؟ تحويل المسار احنا بنعمل جزئين، عمليتين. الجزء الاولاني ان احنا بنصغر من حجم المعده، وده كل الناس ممكن تعمله. الجزء الثاني احنا هنفوت قد ايه من الامعاء؟ على مستوى العالم مينيمم ان احنا نفوت 2 متر، ويقول لك ان في الاوزان العاليه ممكن نفوت 2 متر ونص. الجراحين على مستوى العالم وهم بيعدوا بيتخيلوا ان هم بيعدوا 2 متر. من واقع الشغل اللي احنا شفناه نسبة كبيرة قوي من العد ده بتبقى غلط، فتلاقي ان هي ناس بتعد على متر وناس بتعد على نص متر وناس بتعد على 4 متر. طب اللي هيعد على 4 متر ده، اللي هيعد على 4 متر هيحصل فيه نقص عالي جدا في الفيتامينات على بعد 4 متر. وهو متخيل ان هو عدد 2 متر، يفوت 4 متر معاه ويوصل بعدك 4 متر، ده غلط طبعا. وبالتالي العمليات فيها نوع من انواع السبجكتيف، اللي هو فيها نوع من انواع الاختلاف ما بين وليد ودكتور ايمن ودكتور محمد، كل واحد بيعد بطريقته. طب ايه المعيار؟ النتائج، ان يبقى فيه تحويل مسار اتعمل وامراض باذن الله اختفت وصحه كويسه وحصلنا على وزن جيد. بس وزن جيد. احكي لنا بقى حاجه سعاد، يعني بدات القصه حاجه سعاد، انا مش متخيل، انا نفسي اشوف الصوره قبل وبعد بتاعت حاجه سعاد، لان انا مش متخيل الشخصيه اللي قدامي الرشيقه النحيفه اللي هي بهذه الدرجه من النحافه او بدرجه من الرشاقه، كانت في يوم من الايام
ما كانتش رشيقه يعني. يعني انا لما اشوفها دلوقتي ما اقدرش اعرف قبل وبعد يعني فين الحاجه سعاد اللي هي لابسه اصفر. اه انت اللي لابسه اصفر دي. اه لو حد شافك دلوقتي مش هيعرف ان انت يعني هيفتكرك انت بنتك فعلا. اكتر الناس يقول لي مش معقوله يقول لك لا انت انت اخت محمد انت اخت انت اختها الحاجه سعاد. اقول لهم والله انا والله هتحكي لي على الموقف الطريفه دي بس احكي لي من الاول بقى بدايه كده. انا كنت تعبانه جت عملت رحت كشفت عملت عمليه الغتروف. فانا ايه رحت له كنت طول ما قعدت لمده 6 اشهر اروح له بقيت كويسه بس ايه ابطل العلاج بتعب تاني. رحت له قلت له يا دكتور انا ببطل العلاج اللي انت بتديه لي بتعب طول ما انت بتدي العلاج ببقى كويس. قام قال لي يا حاجه سعاد عشان الوزن تقيل مش محمل لا مؤاخذة انت يعني حاجه يعني انت تشيلي حاجه زياده على الحمار لا مؤاخذة يعني زايده قوي 130 كيلو على ظهرك وعندك غضروف اكيد تعبان. قال لي لازم تعملي تعمل قلت له انا. وبعدين رحت بعد ما عملت العمليه رحت عملت دايت وعملت ريجيم وكل ما اروح ما فيش جسمي بينزلش خالص. كذا مره اروح ما بينزلش. رحت كل ما اروح اعمل اتعب يقول لي جسمك محمل ما اعمل اشعه. كان عندي بعمل عمليه الحصوه عملت عمليه الحصوه كل ما اخش الاجهزه يقول لي يا حاجه سعاد انت وزنك تقيل ما ينفعش الاشعه في الجهاز. مشكلته كلها ما ينفعش تتحطي على الجهاز او تدخلي الجهاز الاشعه المقطعي. ما ينفعش. عشان وزنك تقيل بيبقى في في انواع من الاجهزه بتشيل الترابيزه بتاعت جهاز الاشعه المقطعيه بيشيل في لغايه 130 وفي 150 وفي اجهزه 200 بس اللي في مصر بيبقى غالبا مش اكتر من 160 كيلو يعني. اعلى جهاز في مصر ما يشيلش اكتر من 160 كيلو. ده برضو حاجه محتاجه برضو اعاده نظر. هنا في مصر لازم نتواجد كل اجهزه الاشعه ايا كان الوزن لان الحالات اللي وزنها زياده محتاجه تعمل اشعه عشان نكتشف امراض. فما ينفعش ان انا اقول لمريض مهما كان وزنه ده خطا جبار ويقول لي ما فيش جهاز اشعه في مصر يشيل الوزن ده. دي خطا في المنظومات يعني. جهاز بكام يعني؟ ب 10 مليون جنيه ايه يعني ما نجيبه؟ يعني لو جهاز واحد في مصر او اثنين في القاهره وجهاز في اسكندريه ماشي هيشيل مصر يشيل الاوزان بتاع مصر موجود. لا ما هو موجود بس قليله الاجهزه اللي بتشيل اوزان كبيره. انا لازم اراجع الحكايه دي. لازم اراجع. طيب ايه اللي حصل بقى انت كنت بتاكلي زياده؟ بتحبي الاكل؟ انا كنت باكل فعلا. انا كنت باكل ما اقولكش لا. بس من وانت صغيره وزنك زياده ولا لا؟ انا من بعد ما اتجوزت وخلفت بطلت خلفه وزني بقى ابتدى يملى. بدات بقى زياده. بدات املى. واكل كنت بتحب كل الاكل؟ انا كنت باكل كل الاكل وكنت باكل سكريات وكله. دلوقتي الحمد لله ظبطت الحمد لله. اشكر الدكتور وليد ابراهيم هو فعلا اللي خلاني كويسه. بقيت امشي وبقيت اروح وبقيت اجي وبقيت استعمل كل حاجه. ما كنتيش بتروحي ولا تيجي؟ ما كنتش بقدر. كنت امشي شويه واقعد شويه. كنت اجي انام ما اقدرش انام مش قادر اخد نفسي. مش قادر اخد نفسي خالص. كنت اجي اروح مثلا اروح حته كل تعملي كل مواصلاتي بتكسر ما اقدرش اركب مواصلات. ما اقدرش كل مواصلاتي بتكسر. كنت اروح للضروره قوي. وتروحي المشوار اللي هو لازم تروحي له؟ لازم غصب عني لازم اروح له. كنت بتكوسه بقى. كل تحركاتي كانت بتكوسه. دلوقتي الحمد لله بركب في كل حاجه دلوقتي. واللبس بقى كان طبعا من الشياكه اللي انت ما كنتش بلاقي لبس. كنت بجيب افصل. والله كنت بفصل. ده شياكه قوي ده ما فيش تفصيل ده. لا لا دلوقتي انا دلوقتي ضيقت ما فيش مقاسه دلوقتي كله بقى كبير. فروحت واخد اللبس كله ضيقتيه؟ ضيقته. شاطره مش بتلمرمي يا دكتور؟ لا طبعا برافو عليك برافو. انا بعمل كده كان عندي كان عندي لبس كتير انا ولما ضيقت. وما بشتري برضو الحاجه بلاقيها واسعه بضيقها. برافو عليك. كنت الاول بجيب فعلا والله بجيب اللبس كله تفصيل افصل مفيش مقاسي خالص. الحمد لله بتعامل دلوقتي بكل حاجه وبمشي وبروح وباجي وكان عندك الضغط؟ كان عندك الضغط؟ كان عندي ضغط عالي والله والله. وكان عندي دواء؟ كنت باخد دواء. بعد العمليه راح الضغط؟ كله ده راح. مفيش ضغط؟ كله ده راح. وكان عندي خشونه في رجلي اروح اكشف يقول لي يا حاج خس عشان رجلك الخشونه محمله عاملاكي هي اللي جسمك محمل على على الخشونه على ركبتك وعلى رجليك.
خستي الخشونة راحت؟ الحمد لله الحمد لله. راحت الخشونة؟ الحمد لله. انتي عملت العملية، طلعتي من العملية، بدأت بقى تخسي دلوقتي، وصلت للمرحلة. الناس اللي بتشوفك دلوقتي وما كانتش شافتك بقى بقالها فتره، يعني مش مصدقين، ما يعرفوكيش؟ والله ما بيعرفوني. حصل ان انت دخلتي على حد ما عرفش؟ ايوه، ما حدش ما عرفني. والله العظيم، والله العظيم اكتر الناس لما بروح مفاجاه كده بيقولي لا، ومش مصدقين. يعرفوكي من الصوت؟ انا ماشيه، والله والله انا ماشيه انا وبنتي، واحده بتقول لها سلمين على امك، على مامتك، قالت لها ما مامتي اهي، قالت لها لا طيب بين اختي عشان شكلها، قالت لها والله مامتي. حاجة قوي، ست اتبسطت قوي لما اتقال على البنت اختها. اختها. تحويل المسار، احنا هنقف شوية صغيرين بس هروح للدكتور في حاجة يعني. بعد تحويل المسار في عملية ليها انستراكشنز، بعد تحويل المسار ليها تعليمات. المريض بيفهم التعليمات؟ قوي. لو احنا ما عندناش قرص الفيتامين الصبح خالص، ما عندناش التعليمات اللي هي العنيفه قوي. العنيفه هي قرص الفيتامين. قرص الفيتامين وكيفيه تنظيم الاكل، يعني هو ما فيش نظام غذائي، ما فيش رجيم. هو بس احنا بنحاول نلقط الناس اللي ممكن تاكل سكريات وتحويل المسار ما يكونش مأثر، ما جابش القوة الضربة بتاعته، ودول بيبقى نسبتهم 10% 15%، اللي هو لما ياكل سكريات بكمية كبيرة ما يحصلوش دامبنج، أو إن بعد العملية نتيجة للتحويلة ما تتغيرش الشهوة والرغبة في السكريات، اللي هو ياكل سكريات ويبقى عادي. ده احنا بنخاف إن هو ممكن يزيد في الوزن، او ان الوزن ما يبقاش بينزل بصوره طبيعيه في اول سنه. ففي المتابعه بس احنا بنقول له لا تكر لغايه لما حتى يعدي سنه، فوزننا يبقى ينزل للوزن المطلوب، ودول لا يتعدوا 10 ل 15% بالكثير. فالتعليمات الغذائيه بعد العمليه لا، مفيش تعليمات تقريبا. وهي دايما زي ما احنا قلنا ان في تحويل المسار احنا دايما بنحاول، انا ما بيني وما بين العيان هي صفقه. هو جاي عنده ضغط وعنده سمنه وسكر وبياخد 4 تقراص في اليوم، او بياخد انسولين وثلاث اربع تقراص حواليه، او عنده السكر فبياخد دواء للسكر وبياخد دواء للاعصاب عشان التهاب الاعصاب الطرفيه، والسكر مأثر على شويه حاجات، شويه سيستم تانية، ان كان رمض او كان اكيلة او فتلاقي مريض السكر او مريض الضغط مع وزن عالي ماشي بشنطه. فالصفقه تبقى ساعتها مفيده امتى؟ هو تبقى صفقه ناجحه، انا بعتبرها صفقه، اللي هو كل ده حطه على جنب باذن الله، وهتاخد قرصين فيتامين، فالصفقه هتبقى مربحه. حاجه سؤال، قولي لي بقى دلوقتي، انت طبعا بتتفرجي علينا دلوقتي. انا متابعه من ساعه ما عملت العمليه بصراحه، انا متابعه. والله بس تفهمي اللي احنا بقوله، يعني ولا في حاجات صعبه؟ لا بتخافي لما بتكلم على المضاعفات بتاعه السمنه ولا ما بتخافيش؟ لا ما بخافش خلاص دلوقتي، ما بتخافيش الحمد لله. دلوقتي انت عديتي. لكن لما بتقابلي حد سمين، حد بقى كان في وزنك اللي هو من رفقاء الكفاح، رفقاء الوزن الثقيل، الوزن الثقيل، واحده عايزه تعملها يعني، ما بس بنصحها بصراحه، بس يعني بنصحها بس بتخاف، قلت لها انت حره. بس بيصعبوا عليكي؟ طبعا بيصعبوا عليكي. طبعا بيصعبوا عليا. ايه اكتر عشان حاجة؟ انا اللي كنت حاسه انا اللي عامله بيا. ايه اكتر حاجه لو قلت لك حاجه واحده، قولي لي حاجه واحده عشان نمشي. حاجه واحده بس فرقت معاكي قوي ما بين ايام ما كنت تخينه وبقيت رفيع، حاجه واحده انت دلوقتي سعيده بيها جدا وكنت قبل كده بتسبب لك مشكله جامده جدا. سعيده ان انا بقيت اعمل كل حاجتي بنفسي. الله. كل حاجتي دلوقتي بنفسي بعملها في بيتي. ما كنت الاول مثلا مرات ابني تيجي تعمل لي، بنتي تيجي تعمل لي، دلوقتي الحمد لله بتطبخي بنفسك كل بقى. انا كنت الاول لما اخذ كنت اما باجي اعمل اكل بقعد على مؤاخذه على الكرسي، كرسي كبير كنت بقعد عليه، ما كنتش بقدر اقف خالص، وده صعب جدا في ساعه الطبخ. دلوقتي بقى بقوم واقعد وكل حاجتي وانا واقفه دلوقتي. ما شاء الله. ما شاء الله. لغايه اقول لهم يلا ربنا يديك. كنت لما بعمل عمره انا كنت والله يعني حمات ابني واختي كانوا يمشوا يزقوني بالكرسي
وكرسي وساعات كانوا يجيبوا لي كرسي اقعد شويه وامشي شويه اقعد شويه وامشي شويه ربنا يبارك لهم والله. ايام ما كان وزنك زياده؟ ايام ما كان وزني زياده. هتعملي عمره ثانيه دلوقتي ان شاء الله يا ربي؟ انا عامله 5 عمرات. وفي الوزن الزياده ايه؟ في الوزن الزياده؟ ما هو في الوزن الزياده 5. لكن دلوقتي تقدري الحمد لله طبعا عمره دلوقتي. دلوقتي انا بقى انا واخده اطلع على السلم يقول يا الحمد لله. نورتينا واسعدتينا. نورتينا دكتور وليد. شكرا يعني سعدت بهذه الزياره سعاده غبيره. والحقيقه الحاج سعاد يعني ست جميله ورائعه. وان شاء الله تروح العمره وتدعي لنا يا رب يعني ان شاء الله. يا رب. نورتينا دكتور وليد. نورتينا مدام سعاد. شكرا شكرا دايما مع دكتور. شكرا شكرا شكرا. مش معنى ان انت فاقد مثلا 12 سنه انك هتحط 12 زرعه. فتح الفم اثناء النوم يضر بالاسنان جدا وممكن يؤدي الى التسوس. في انجلترا يحاكموه. يحاكموا الدكتور اللي يعامل مريض السكر اكنه اقل من اي مريض عادي. مهما كانت حالتك لا احنا قادرين ان احنا نغيرك. كل تركيزنا ان احنا ننسى التكنولوجيا شويه ونركز في التصميم الرسمه. في تخصص نقدر نقول اهم في طب الاسنان؟ علميا مفيش حاجه اسمها كده. زمان لازم احط الزرعه واستنى تلتئم في العظم لمده 6 شهور، دلوقتي خلاص قضينا على النقطه دي. التكنولوجيا تحافظ على المهاره والمهاره المفروض انها تحافظ عليها. بالطبع. انا متهيألي من وجهه نظري ما عداش علينا من خلال 5 سنين 3 شهور ما نزلش فيها جهاز جديد. الاشعه المقطعيه لازمه، لو ما عملتش اشعه مقطعيه قبل الزراعه انت بتتعرض لخطر كبير. حضرتك يا اما تاخد كل حاجه لما تعمل علاج جذور بالميكروسكوب يا اما ما تاخدش. عصب ده لما يجيك الم غير عادي. الاوبشنز اللي تضرهم انا بمنعها من المركز عندي. انا اعرض على مريض عرض يدمر له اسنانه يبقى انا بضره، انا ما عملتش كده. الاستاذ الدكتور شادي علي حسين مدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونغرس العالمي لزراعه الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقميه. دكتور شادي اهلا بيك. اهلا بيك دكتور. وحشني جدا تصميم الابتسامه من زمان قوي. قعدنا نتكلم في كلام مجعلص كتير وسمنا الضحك. قعدنا يا باشا ده احنا قعدنا بس عملنا حلقات على تصميم السطح الخارجي للزرعه. ايوه. هو الناس اللي بتفهم دكتور ايمن. ايوه حرام علينا ان هم يفهموا. بس لازم ندلعهم شويه. الناس لازم تتدلع، الناس محتاجه ابتسامه حلوه. صح. بتكلم جد يعني تصميم الابتسامه احنا اعتبرنا ان المرحله دي الناس عديناها، لكن والله ناس كتير مش فاهمه، هل ده علم ولا اجتهاد ولا ايه؟ كويس. احنا عملنا يعني احنا دايما اتس بيلد اب بروسيس، او ان احنا بنبني حاجات في طوبه في طوبه في طوبه عشان نوصل للتصميم المثالي للابتسامه او للضحكه الجميله اللي نفسنا ان احنا وزي ما انت كنت دايما بتقول الضحك معدي، فالضحك المعدي ده يعني انا النهارده الشخص لما بيحس ان ضحكته حلوه هو نفسه بيتشير اب، بيبقى موتيف جدا، بيبقى حاسس ان هو نفسه ان هو يضحك كتير عشان يوري الناس الضحك. ويمكن لو تفتكر الحلقات القديمه بتاعتنا لما كانت البنوته اللي عملنا لها اسنانها وكانت تقول لك انا نفسي اي حد يقول لي اي نكته عشان اضحك. علشان أنا عايز اضحك باي حاجه، عايز اضحك باي طريقه بالظبط. فدي الحقيقه يمكن حاجه كومن او حاجه شهيره جدا في المرضى بعد ما نخلص لهم ساعات الكلام. ساعات الكلام بتاعنا بيبقى مستوى العلمي عالي قوي. بالظبط قوي. فتلاقي برضو ايه يعني الناس بتبقى اساس العلم الاسنان صعب مش سهل. بالظبط. فاحنا لما نرفع مستواهم لمستوى كانهم طلب الطب اسنان هيبقى صعب عليهم. لا انا النهارده معايا حاله يعني انا حاسس ان الحاله دي فعلا هتفرق قوي 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 في تفكيرنا عن تصميم الابتسامه. كويس. حاله كان عندها اللثه نازله على السنين. كويس. عندها في something wrong يعني انت لما تشوفها كده لو دكتور ما عندوش خبره هو شايف في حاجه غلط. كويس. ايه اللي المفروض يتعمل علشان السنان دي يبقى شكلها حلو، عشان البنت دي ابتسامتها تبقى شكلها حلو؟ طيب
انا للوهله الاولى في حاجه غلط، بس زي ما انت قلت فعلا يبدو ان الحاله دي هتغير مفهوم طب الاسنان. هتغير مفهوم طب الاسنان لسبب. نمره واحد، اول ما يعني لو الدكتور ما عندوش الحس او الفكر بتاع حاجتين، تصميم الابتسامه وبتاع ان هو ازاي يقسم على فريق العمل الشغل بتاعه، اول حاجه هيقول لك ايه؟ طب ما انا ممكن ابرد السنان دي كلها واحط لها كفرز. لو جه برد السنان دي وحط لها كفرز هيحصل ايه؟ هيطول السنان لتحت وهيبقى عندها ضب وهتبقى شكلها وحش. طيب هبرد السنان كلها بس مش عارف هعمل مثلا عليهم قشره تجميليه كلهم عشان اظبط السنان كويس. هل هتظبط السنان في شايف الفراغ اللي ما بين السنتين ده وفي حشوه تجميليه فوق لونها متغير وفي تسويس بسيط ما بين الحشوه وما بين السنه وفي اللثه نازله على السنان وشكلها مش ايديل؟ فالحل، الحل لو عرفته من بساطته ازاي انك تحول للبنت دي في ساعه واحده من حد ابتسامته بيكره انه يضحك لحد ابتسامته رائعه وبيبتسم، ناخدها خطوه خطوه. اول حاجه لو جينا حللناها كده، طول السنان وصحيح. ليس متناسب مع عرضها. طيب اللثه دي هل ده الطول الطبيعي بتاع السنان؟ لا، اللثه نازله على السنان مغطيها. اول حاجه عملناها في الحاله دي قصينا اللثه بالليزر كويس في 10 دقائق وقمنا جايين مش اعادنا تشكيل اللثه. اوكي، لما تعيد تشكيل اللثه، اعاده تشكيل اللثه ده له فن. ده فن على فكره صعب ومش سهل. بص انا هقول لك على سر. ايوه، ما حدش يعرفه. السنتر المقطع النص بتاع السنان اللي انت عارف الدايره ليها سنتر. السنتر بتاع كل سنه منهم ليه مكان مش في النص بالظبط. يعني القواطع اللي في النص تلاقي السنتر رايح يمين والسنتر ده رايح يمين. قاطع الجانبي تلاقي السنتر في النص. الناب تلاقي السنتر جاي ناحيه الشمال. كل واحد وليه هو ده اللي بنسميه تصميم الابتسامه الرقم. وبعدين قصينا اللثه. اولا شكل السنان اختلف كليا وجزئيا. أيوة، بدانا انا عايز اقول لحضرتك This is in the moment، ده في لحظه قص اللثه. الصوره دي في لحظه قصر اللثه. الصوره اللي قبل عشان احنا نشوف بين الاثنين، اقارن بين الاثنين. ده immediate. ده بالظبط. ده يعني الناس تقول ايه اللي بتاع بيوجع ده بيبقى فيه نزيف ده بيبقى فيه مش عارف ايه. ده اللحظه ساعتها immediate في لحظه قص اللثه. كويس، قصينا اللثه بالفن اللي اتفقنا عليه. وبعد كده عملنا الصوره اللي هوريها لك دلوقتي. لو شفتها وعرفت انا عملت ايه في السنان يبقى انت جدع. يعني هزوريك دلوقتي البوست اب. ايوه ايوه انا بحب قوي كده. كويس. البوست اب كل حلقه كل حلقه انا هعمل لك شات الغاز. اعمل لي الغاز انا وانا هقعد. بص شوف قبل وبعد في ساعتها. ده في خلال ده دي قبل دي. وبعد ده الليزر بس. الليزر بس. قوم عملنا الليزر. ده بقى بعد ما خلصت. بعد ما خلصت خالص. بعد ما خلصت طبعا ايه اللثه بدات تهيل. هي بدات تهدى. ده لا ده على فكره ده بعد 5-6 ساعات. بعد كويس يعني احنا جبناها صورناها كانت البنت مصورناها بعديها بخمس ست ساعات. يعني في نفس اليوم. الصوره بص حضرتك انت لو بصيت على السنان كلها شكلها طبيعي. عملت انا كام سنه في السنان اللي قدام حضرتك دي؟ لا اشتغلت في كام سنه؟ سنه واحده. الله ينور عليك. نرجع بقى للصوره اللي احنا عملنا فيها السنه دي. أيوة. عملناها ازاي؟ ايوه، بنقوم بتحضير السنه دي بشكل معين بحيث ان احنا ما ناذيش اللثه. وبنحط حاجه اسمها الرابر دام. الرابر دام دي اللي هي بتعزل الاسنان عن بعضها ونبتدي نحضر بطريقه معينه بالمايكروسكوب بحيث ان انا اعمل تطابق تام ما بين السنتين. انا قررت ان انا اعمل سنه واحده بس. ايوه، قاطع الايسر فقط. مش هقرب لولا سنه. هو كان في وفوقيه الورم، فوقيه التورم الخفيف. يبقى انا عملت تصميم ابتسامه بليزر وسنه يا دكتور ايمن. سنه واحده. سنه واحده. وتصميم ابتسامه وليزر فقط. هو ده وات اول ات نيدز ذيس كيس. فلما نيجي نعمل بص حضرتك نبتدي نتشك المارجن الحافه بتاعت الترم. الحافه دي بالمايكروسكوب ومفيش اي سوايل ويبقى معموله بطريقه غايه في التعقيم، غايه في العزل علشان تقدر تعمل السنه بالمنظر ده، ما يبقاش فيه حافه خالص. ايدنتيكال 100% هما الاثنين زي بعض بالظبط. لو بصيت على كل المراحل بقى ابتدينا فين وانتهينا فين في ساعه واحده.
ليزر وسنه اتعملت بالكمبيوتر اتحضرت وبالمايكروسكوب. بس طبعا عملت شويه تبيض ولا ايه؟ اللون حلو ولا احلى حاجه يا دكتور ايمن؟ مجرد تلميع بس. تلميع بولشنج بس. بولشنج بس. مجرد ما السنان بتظهر شكل الابتسامه نفسه شايف بقى فرق تصميم الابتسامه. بنتك لما بتضحك كانت اللثه تبان وشكلها وحش واللطعه بتاعه الحشو الابيض دي ومش عارف ايه والكلام ده كله في ساعه قدرنا نغير تصميم الابتسامه. شايفه هو مفيش بساطه اكتر من كده اظن. ولا تكلفه جامده ولا تكلفه حاجة. ده ليزر وسنه. الله عمل التصميم ابتسامه متكامل بليزر وسنه. في ناس كتير عندها مشاكل زي محتاجه زي كده محتاجه زي كده سيمبل ده. شوف بص الفرق بين الاثنين. قبل واحده دايما كارهه اسنانها وكده بعد ما شاء الله. بس يعني برضو تحس ان البولشنج برضو له دور. البولشنج والبرفورم. انت النهارده النو هاو يا دكتور ايمن ان انا هعرف انا عارف انا عايز اعمل ايه. يعني انت النهارده ده اللي اشتغل يعني يمكن هي سيمبل قوي بس اشتغل واحد بتاع علاج لثه واحد بتاع تركيبات ومخ بيصمم ابتسامه. صح. طب بمناسبه السحر انا عندي حاله فعلا تحتاج الى سحر لان هي بتبقى يائسه جدا وعندها خوف شديد جدا. بازل اهو. يا ترى مين الحاله اللي ممكن تقول ما فيش امل اللي انتوا بتقولوا؟ طب انتوا بتتكلموا على سمبل. انا هاخدكم بقى من حاله مشاكلها تتحل بذكاء وسمبل الى حاله اخرى لازم تتحل بذكاء بس مش هتبقى سمبل. لا هتحتاج جهد بس في ناس كتير مش مصدقه انها ليها حل. والسؤال عند هاني عفيفي. كل ما كبر الإنسان كل ما أسنانه بتبقى عرضة للتسوس أو الكسر أو الفقدان بشكل كامل. مجال طب الأسنان بيتطور كل يوم ومع اتباع الطرق التقليدية لاستبدال الأسنان المفقودة بعمل التركيبات الثابتة أو المتحركة حسب الحالة تطورت عمليات زراعة وغرس الأسنان مع استخدام جذور من معدن التيتانيوم لغرس السنة وبتبقى شبه السنة الطبيعية بالظبط وبكده يقدر الشخص ياكل ويتكلم بصورة طبيعية. الجدير بالذكر أن المتوسط العمري للأسنان المزروعة بيمتد ل 30 سنة. كمان نسب النجاح عالية جداً بتوصل ل 95% للفك السفلي و 90% للفك العلوي. يا ترى إيه الحالات المناسبة لزراعة الأسنان؟ وهل في موانع لإجراءها؟ خلينا نضيف كمان لسؤال هاني حاجه مهمه قوي. حالات اللي هي تحتاج لزراعه فك كامل اجزاء كبيره بتبقى يائسه. الناس دي فاكره ان مفيش زراعه بيه يا باشا وما ينفعش. دي بقى حالات الناحيه الثانيه النو هاو فيها مش يعني في نفس له صعوبه بس مختلفه عن صعوبه الاولانيه. بص هي يمكن كان في حاله جايه لنا كان عنده فقط كل اسنانه العلويه والسفليه ما فاضلش غير السته اللي قدام. كويس. الحقيقه هو كان هوب زي ما انت بتقول كده ومتخيل ان الموضوع ملوش حل والموضوع صعب جدا وراح لمراكز كتير في مصر وقال له مالكش حل عندنا. يعني انت ما عندكش عظم اصلا نزرع فيه ومالكش حل والموضوع صعب جدا. الحاله عملناها ان احنا عملنا الاول دليل جراحي لايه؟ ان انا اشوف الاول احط الزرعات فين. ما لقيتش عظم فعلا. ما كانش في عظم نحط فيه الزرعات اصلا. فابتدينا ان احنا عملنا عمليه صغيره كده اللي هي بنسميها اوجمنتيشن او إليا كريست اوجمنتيشن. احنا بناخد جزء من عظم. طبعا هي لوكس هارد بس هي مش بتاع هي حل بتاع اللي هو بناخد من عظم الحوض. باخد بس عمليه سهلة مش صعبه. بناخد ده حطينا له عظم فك كامل. المكان البوش ده مطبق خالص مفيش عظم في الوش ومفيش زرعات ومفيش اي حاجه تنفع تتعمل وراح لف مفيش. قالوا له ما ينفعش. فالحقيقه عملنا له عوضنا له عظم الفك السفلي وعوضنا له بعظم الفك العلوي. السنان اللي قدام دي كانت في منها افكشن كان في بريدونتال افكشن اللي هو اللثه التهاب لثه حواليها رهيب وادى ان هو تحلل في الاعصاب بتاع السنان وكانت تتلخلخ. عملنا له فيها حشو عصب وعملنا له فيها دعامات. الحاله خدت مننا تقريبا شغل حوالي 3 شهور. كويس. احنا الاول اشتغلنا عمليه الإليك وبعد 3 شهور عملنا الزرعات. كويس. الزرعات ميزتها ميدانتيكا احنا زي ما متفقين من 4 لـ7 اسابيع وبتكون ايه حتى في العظم الجديد اللي احنا حاطينه بتكون حجر. تيجي نحط الست زرعات وبعدين تصميم ابتسامه برضو وتصميم ابتسامه رقمي وازاي نسبورت الـ 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 الاسنان وازاي ان احنا نرجع له شكل الوش. طبعا ده المنظر زي ما انت شايف ده كان الفك السفلي مفيش فوق خالص وتحت
هم كانوا ست اسنان وفي شويه اسنان ورا ملهاش اي ثلاثه لازمه بتلخلخ جدا ولازم تتشال. شايف ال 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 بعد كده ابتدينا المنظر لما عملنا له فكين كاملين الراجل ما كانش مصدق. وزراعه كله زراعه الست الامامين بس هم الاسنان طبيعيه انما كله زراعه باسنان بورسلان نقي. الراجل يعني الحقيقه كتب قصيده شعر بعد ما خلص لسبب هو الراجل كان سعيد لسبب ان هو لف على الناس وقالوا له انت مالكش حل. فهو ان اصلا تقول له ان الحاله ليها حل وتوصله لهذه المرحله. احنا كمان قلنا له ندلعك انا نبعتك بقى كمان الدكتوره هيبه تعمل لنا الرينكلز دي تحط لنا ندلع بقى ال 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 بعد ما بنخلص والسنان نكمل بقى كمان الوش والمنظومه الكامله بتاعه الوجه. الحقيقه مهم قوي ان انا ابقى يعني احنا بنتعلم وبنتعب وبنسافر بره وبنجيب اجهزه عشان خاطر الحالات اللي زي دي يا دكتور ايمن عشان خاطر ما نقدر ما نقولوش مالكش عندنا حل. مفيش حاجه اسمها مالكش حل, كل حاله وليها حل. مفيش حاجه اسمها مناسب ومش مناسب. انا ما باخدش السهل واسيب الصعب. احنا بناخد كل الحالات ونشتغلها علشان خاطر نوصل لنخدم خدمه دي جزء من خدمه بلدنا ان احنا نعمل حاجه محترمه ونوصل المرضى بتاعنا كلهم اللي محتاج حاجه بسيطه تتعمل واللي محتاج حاجه ميجور تتعمل وكله بكل التخصصات. اساتذه الجراحه موجوده عندنا, اساتذه التركيبات موجوده عندنا, كل واحد يقدر يعمل احسن حاجه في تخصصه. يعني انت اصعب حاجه انك تزرع فك ده استاذ جراحه لازم يبقى كبير, اصعب حاجه انك تعمل عضه ده استاذ اوكلوجن لازم يبقى كبير, اصعب حاجه ان انت تعمل ديزاين ده وتصميم ابتسامه. يعني عايز اقول لحضرتك دي حاجات كوارث بس بتتعمل بمنتهى السهوله الحمد لله والسلاسه شايني وايت الحمد لله. وبنقدر ان احنا يعني ربنا بيقدرنا ان احنا نقدر نحل المشاكل اللي هي الناس بتقول ما لهاش حل. زي ما انا قلت للناس هتستمتعوا النهارده لانه النهارده بدانا عصر مهم جدا هو عصر اشراككم في الفكر, بنعيشكم في قلب الموضوع. النهارده عشنا قصتين, اعتقد كل حلقه هنعيش في قصص. القصص النهارده القصه الاولانيه قصه تحتاج الى عبقريه وذكاء. الذكاء ان انا اعمل حاجه واحده تحل المشاكل كلها. الحاجه الثانيه تحتاج الى تكنولوجيا وتيم وورك وعمل كبير جدا جدا. وعنوان الاولى ما تستقلش بمشاكلك, وعنوان الثانيه ما تستصعبش مشاكلك, وفي النهايه اسمها مشاكلك هنحلها لك. انت نورت واسعدتني ويعني زي ما بقول نورتنا. انت اللي اسعدتنا بالكلام الجامد ده. ده يعني بصراحه يعني لا لا, شعر. لا 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 انت زي ما قلت في اول الحلقه انت قدمت خدمه كبيره جدا للاعلام في عالم الاسنان في منطقه عربيه ومصر تحديدا, انك نقلت الفكر الاكاديمي الموجود بحكم ان انت اكاديمي داخل كليه الطب جامعه عين شمس, نقلته عشان الناس تعرف اساسا حجم برضه كليه الطب بجامعه عين شمس. يعني ده احنا مش هنقدر نجيب الجامعه كلها, نفسي اجيب الجامعه كلها لكن احنا بنسمع صوت وده حلو جدا. شاين وايت طبعا مثال رائع في كده, نورتنا. انا بس اخر طبعا احب اهني الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار واول دكتور سنان طبعًا يمسك وزير التعليم العالي, وده شيء فخر لينا كلنا ونفخر ان هو كان عميدنا عميد الكليه بتاعتنا. فيعني ده حاجه لا معاكم لا هذا عصر الطب حلو واحنا مصلحه واحده. استاذ الدكتور شادي علي حسين كان ضيفي في الدكتور خليكم دايما مع الدكتور. اهلا بكم. بلا شك الجمال نعمه, والمحافظه على الجمال او البحث عنه مسؤوليه, ده في وجهه نظري. من ضمن مقاييس الجمال المهمه جدا الانف. الانف من الاشياء اللي العيب فيها او الديفو فيها بيكون ملاحظ جدا, اللي هي سنتر الوش. وغير كده
بتؤثر تأثير نفسي على الإنسان أو الإنسان اللي عندهم مشكلة في مناخيرهم مدى الحياة، وبيفضل هذا التأثير في كل التصرفات. يعني تلاقي هذا الشخص أو هذه الأنسة طالما عندها مشكلة في أنفها تلاقيها بتلبس نظارة وهي مش محتاجة تلبس نظارة مثلا عشان تداري حجم الأنف لو هو كبير، تبدأ تحط مكياج بطريقة معينة وتصر عليه وتاخد وقت طويل عشان تحاول تداري وما بتبقاش راضية. والأنف من الحاجات اللي ما ينفعش فيها الكاموفلاج، ما ينفعش فيها مثلا الوش ساعات يبقى فيه شويه تجاعيد فبنت تحط مكياج فتداري شويه في التجاعيد، تداري جزء منه، لكن الانف ملهاش حل زي ما بيقولوا. النهارده هنتكلم عن الانف بالتفصيل في جزء طويل جدا في هذا الابيسود كله عن الانف. وضيفي طبعا يعني اللي بيشرفني وبيسعدني جدا ان انا استضيفه، غير انه قيمه علميه كبيره جدا واسم كبير ليس على مستوى المصري ولا العربي بل اسم عالمي، وأيضا أداؤه الرائع جدا على المستوى المهني في المجال الجراحي وعلى المستوى الأكاديمي في كلية الطب جامعة عين شمس، طبعا اسم كبير للغاية. والأنف تحديدا أحد أبرز الأشياء اللي بيتميز بيها يد ماهرة، نفتخر ان هو مصري وطبعا اداؤه العالمي مشهود له بالكفاءه الكبيره جدا، صديق عزيز عليا جدا واخ عزيز علينا جدا وصداقه دامت لفترات طويله، هو طبعا النجم الكبير الاستاذ دكتور حسام بلعطه، استاذ جراحات التجميل بكليه الطب جامعه عين شمس، استشاري جراحات التجميل والليزر وماجستير جراحات تجميل في ديناميكيه اصلاح الانف، وطبعا دوره الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة. الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا، أهلا بك دكتور حسام. أهلا دكتور أيمن. المقدمة رائعة والله، انت عشان كتير والله كتير اللي انت بتقول. لا احنا عشان صداقتنا كبيرة طبعا جدا، والدكتور حسام اخويا وصديقي العزيز وسنوات طويلة فهو بيضحك، لكن هي كل اللي انا قلته دي حقائق، وكل اللي انا قلته دي انت طبعا اسم كبير على مستوى الجراحات التجميلية. يعني احنا لما بكون برا في اي حتة بيبقى بيكلمونا، وهنا في مصر كمان يعني حتى الكبار اللي هو اللي بنسميهم الرعيل الاول في جراحات التجميل يعني يعرفون جيدا مهارتك الجيدة جدا في عالم الجراحات، خصوصا الجراحات الميكروسكوبية اللي احنا بنتكلم في واحدة منهم النهاردة. الأنف ما ينفعش تخبيها، يعني الأنف من الحاجات اللي ما ينفعش تعمل فيها كاموفلاج زي تجاعيد مثلا. المقدمة اللي حضرتك قلتها في الأول انت سهلت عليا، انا كنت عمال افكر قبل الحلقة هو انا هخش اتكلم على الأنف ازاي، هخش في الأول كده اشرح العملية وخلاص ولا عايز اقول مقدمة؟ انت سهلت عليا الموضوع. في جزئين مهمين قوي حضرتك لفت النظر ليهم في الأول. الجزء الأولاني هو العمل النفسي. احنا دايما بنهمل العمل النفسي عند المريض، ومش في عملية الأنف بس، في أي عملية. عادة المريض بتاع التجميل ما بياخدش سبورت من العيلة، لأن هو الوحيد اللي شايف الديفول اللي عنده، هو متأثر بيه نفسيا. هو عنده مشكلة عضوية لكن هو متأثر بيه نفسيا، واللي حواليه مش واخدين بالهم. البنت عندها مشكلة في مناخيرها لكن أهلها عادي، مناخيري كويسة ما فيهاش حاجة، أهلها مش فاهمين إن ده مأثر عليها نفسيا. وبالتالي لما يأثر عليها نفسيا هيأثر عليها على إنتاجها، سواء إنتاجها في الدراسة أو إنتاجها في العمل. البنت بتبقى انطوائية، بتحول لكائن انطوائي من كتر الإحراج اللي هي فيه من شكل المناخير. طب ليه؟ اشمعنى المناخير؟ المناخير هو العضو أو الجزء البارز في الوجه. أي دفو في الوجه بيبان، أول حاجة بتبان هي الأنف. أنا لما بص على أي وش أول حاجة تشدني، يعني عايز السادة المشاهدين كده لو يبصوا لوشوش الناس حواليهم كده، أول حاجة هتشدك أو حاجة عينك هتقع عليها هي الأنف. فالأنف لو مش متناسقة مع اللي حواليها هيبان هيبان المشكلة. وده النقطة التانية اللي حضرتك قلتها في المقدمة اللي هي التناسق أو الجمال أو مقاييس الجمال. هو أنا إمتى باخد بالي إن الأنف دي حلوة أو فيها مشكلة؟ ومن غير بكون يعني ساعات العين كده يعني ان انا بص كده اقول في حاجه غلط. هو بالظبط. يعني ايه في حاجه غلط؟ يعني مفيش هارموني، مفيش سيمتري، مفيش تناسق في اللي حواليه. مقاييس الجمال عاده لكل جزء في الجسم مرتبطه بما حواليه. انا ممكن يبقى عندي مناخير شكلها كويس، لو شلت المناخير دي من هنا حطيتها على حد تاني المناخير الكويسه دي هيبقى شكلها مش حلو، مش لايقه،
على الوش التاني. ليه؟ لأن مقاييسها مش ماشية مع مقاييس بقية الوش. واخد بال حضرتك؟ اللي هو التناسق. لو شزينا عن التناسق يبان الدفوع على طول. أنا عندي مقاييس هبتدي أتكلم عليها بعد شوية اللي هي مقاييس تجميل الأنف نفسها. لما بنحيد عن هذه المقاييس يحصل إيه؟ يحصل الدفوع فيبان. فأنا لما أبص على حضرتك أول حاجة تلفت الانتباه على طول هو الدفوع. مريض تجميل الأنف بيبقى جاي ومشخص نفسه وعارف هو عنده إيه، بيجي يقول لك دي اللي هي مقاييس جمال الأنف. مقاييس جمال الأنف الوجه بيتقسم لثلاث أجزاء. تمام. ثلاث أجزاء بالطول، التلت اللي فوق بيساوي التلت الأوسط يساوي التلت السفلي. دي المقاييس اللي احنا بنراعيها في عملية تجميل الأنف، اللي هو هتيجي تسألني أو المريضة بتسألني أو كل المرضى بيسألوا يا دكتور هي مناخيري هيطلع شكلها إيه؟ ده الجزء الثاني بتاع مقاييس جمال الأنف، اللي هو الوجه بيتقسم لخمس أجزاء بالعرض. كل جزء منهم بيساوي الآخر، بمعنى ان عرض العين اهو شايفينه بيساوي عرض الانف. اذا لو الانف عريضه شويه ان كومبارزون او بالمقارنه للعين فهي كده فيها دفوع. كل جزء من الخمس اجزاء دول بيساوي الاخر. عرض الانف يساوي تلتين عرض الشفايف، 67% من عرض الشفايف. ودي القاعده الالهيه في الجمال اللي هي قاعده التلت والتلتين او 67%. تمام. الرقم ده عنيف. قاعده التلت والتلتين. نيجي هنا، ده طول الانف. طول الانف ده بيساوي 67% برضو من طول تلت الوجه، اللي هو تلتين تلت الوجه. قلنا في اول صوره الوجه بيتقسم تلت فوق تلت اوسط تلت تحت. المناخير هي تلتين اي تلت منهم؟ لا مش فاهم. يعني طول المناخير لو بتحسب من النقطه اللي عند العين فوق دي لحد الكب او لحد نهايه الانف بيساوي 67% من طول تلت الوجه. من طول تلت الوجه. مش احنا قسمنا الوش في الاول ثلاث اجزاء؟ والثلاث اجزاء دول متساويين. ايوه. التلت الاول بيساوي الثاني بيساوي الثالث، اللي هي الصوره دي. تمام. الثلاث اتلات دول مساويين لبعض. تمام. طب طول المناخير قد ايه عشان احكم هي المناخير دي قصيره ولا طويله؟ طول المناخير هو تلتين هذا التلت. تلتين هذا التلت. اللي هي يبقى هي صورتين. أيوة. حلوين كده. حلو كده. عشان افهم انا عندي التلت الوسطاني من عند الحواجب من فوق لغايه اخر الانف من تحت. بالزبط. صح كده؟ يعني لو افترضنا فرضا لتسهيلا للمشاهدين ان التلت ده طوله 9 سم يبقى المفروض ده تلتين 6 سم. ايوه. تمام؟ حلو فهمت. انا كده فهمت. باين الصورتين لما اتحطوا جنب بعض. لما اتحطوا جنب بعض. تمام. فده جزء من المقاييس. لسه في صور تانية برضو ممكن نشرح عليها بقيه مقاييس جمال الانف. وهنفهم بعد لازم كده لازم الانسان يبقى شايف الصور اللي قدامه. بروز الانف. الانف تبرز قد ايه؟ برضو تلتين طولها. نفس القاعده. 67%. تلتين الطول اللي هو يساوي ايه؟ تلتين تلت الوجه. انت واخد بال حضرتك ان هي كلها ارقام ثابته. تمام. من الوش. تمام. ناخد الصوره اللي بعدها. الزوايا بتاعت الانف. ايوه. الزوايا بتاعت الانف هل بتختلف من الرجل للمراه؟ طبعا بتختلف. الزاويه ما بين الشفايف وما بين الانف عند الرجل هي زاويه حاده، وعند الست هي زاويه منفرجه، نلاقيها من 95 ل 105. عشان كده تلاقي الست التب بتاعتها او الارنبه مرفوعه لفوق شويه غير الراجل. يبقى وانا بعمل العمليه انا لازم ابقى واخد بالي، هو انا بعمل العمليه ده لراجل ولا لست؟ لان انا لو رفعت له التب او الارنبه زي الست هيبقى شكله في مناين، شكله مش مظبوط. واخد بال حضرتك؟ فدي قواعد مهمه. الدرسم او اللي هو الانف نفسها المسطح بتاعها ده في الست غير في الراجل. في الراجل ستريت. في الست محدبه للداخل. عاره شويه كده. كونكيف. يعني بالزبط. محفوره شويه لجوه. محفوره شويه لجوه. أيوة. ما ينفعش تبقى في الراجل محفوره. ينفعش تبقى في الراجل محفوره. فكل كل الزوايا دي وكل المقاييس دي هي دي فايدتها ايه بقى؟ عشان هيجي لنا بقى سؤال مهم هنا. ايوه. هل كل مريض بيجي لك عايز يعمل عمليه انف يستحق انه تعمل له عمليه انف؟ الدكتور لما بيكشف على المريضه بيبقى عنده حاجه اسمها دكتورز اكسبكتيشن بناء على دراسته وخبرته. فهو بيحكم بقى انا هعرف اعمل البيشنت اكسبكتيشن دي، البيشنت اكسبكتيشن دي رياليستيك او واقعيه او قابله التحقيق ولا لا؟ لما بشوف كده خلاص يبقى احنا التقينا في نقطه واحده. يبقى المريضه دي
مريضة كويسة هي فاهمة إيه اللي هيحصل. هي كلمة expectation معناها تطلعات المريضة. تطلعات اللي هي آمالها، هي عايزة ده يتحقق بالشكل ده. تمام. من فترة كان عندنا مشكلة زمان عند العيانين، كانوا obsessed شوية بالمناخير بتاعت بلد عربي جنبنا كده، مش عايز اذكر الاسم. لا انا هقولها، انا اللي اقول اوبسيست يعني مهووسين. يا كلمه اوبسيشن يعني معناها انه شديد التاثر، يعني ده شايفها كده. هي هم كانوا عندهم رغبه انه كله يبقى مناخيره زي مناخير نجوم لبنان بالظبط كده. اه ودايما كنت فاهمهم يا جماعه ده غلط، عمليه تجميل الانف لما انا اعملها لك المفروض لو جيتي لي بعد سنه او اتنين انا ما اعرفش ان انا عملت لك عمليه، ولو رحتي لاي جراح تجميل في الدنيا ما يعرفش انك عامله عمليه تجميل في الانف، لازم المناخير تطلع طبيعيه. لو المناخير اي حد شافها ها وقال دي مناخير معموله، يبقى دي اسمها عاهه مستديمه عندنا، دي اسمها عاهه مستديمه على طول. دي المدرسه الصح، دي المدرسه الصح. اللي هم جراحين المصريين بيمشوا وراها، اللي هو الجراحين في العالم كله، العالم كله اللي دارس كويس وبتصرف كويس هيطلعها كده مظبوط. هو اللي بيخرج عن القاعده دايما جراحين البرازيل؟ لا هي مش فكره كده، مش عايزين نعممها، هي الفكره في جراح بيسمع كلام العيانه. في جراح بيسمع كلام العيانه، ارفعها لي قوي يا دكتور، اعملها لي مشبك، ضمها لي قوي، اعملها لي زي مناخير فلانه. الكلام ده مش صح، يعني الكلام ده مش صح، لان هي هتبان ان المناخير معموله، هتبان معمول فيها عمليه تجميل وده مش صح. بس الحمد لله يعني من كتر التوعيه اللي حصلت عندنا ما عادش بشوف العينين دول كتير. ايوه العينين بقوا فاهمين، وبقى تيجي تقول لك يا دكتور انا عايزه مناخيري شكلها طبيعي، ما تخليليش مناخيري شكلها معمول فيه عمليه تجميل، ودي حاجه كويسه جدا وحاجه مريحه للدكتور. انا بتبع هذه القواعد الطبيه في مقاييس تجميل الانف. انا بشوف الوش عرضه قد ايه والعين عرضها قد ايه والشفايف والبروز والزوايا والكلام ده كله. لما اجي اعمل العمليه لما بتبع هذه القواعد خلاص انا قبل ما احط الجبس انا عارف ومتاكد مليون في المية ان المناخير دي هتطلع طبيعيه. هتطلع طبيعيه. الحاجه الثانيه اللي احنا بنستند اليها حاجه اسمها ديناميكيه اصلاح الانف. بقى حاجه مهمه، ودي كانت رساله الماجستير بتاعتي. ايوه داينامكس ان راينوبلاستي او ديناميكيه اصلاح الانف. يعني ايه بقى ديناميكيه اصلاح الانف؟ زمان لما كنا نعمل المناخير نيجي مثلا ايه المريضه عندها عظمه بس، فيقوم الدكتور شال لها العظمه. العظمه تتشال بس المناخير شكلها ما يبقاش حلو. ليه بقى؟ لان شيل العظمه اثر على منطقه تانية بعيده عن مكان العظمه في المناخير اداها شكل مختلف. يعني ايه؟ انا لما اشيل العظمه اوتوماتيك التب او الارنبه دي بتترفع لفوق. طب هو السؤال هو انا عايز ارفعها لفوق ولا عايز اسيبها مكانها؟ انا عايز اشوف التركيب التشريحي للمناخير واحنا بنتكلم عن الحاجات دي عشان عشان افهم فين العظمه فين. والناس مش فاهمه ان المناخير هذا الكائن الصغير. طيب الجزء العلوي اللي فوق ده عظام الانف، يليه الغضروف العلوي، يليه تحت الغضروف السفلي. وكل جزء من ده مسؤول عن شكل الانف الخارجي. شكل الانف ملوش علاقه بالجلد، شكل الانف ليه علاقه بالهيكل بتاع الانف. ليه علاقه بالعظم شكله ايه، والغضاريف العلويه شكلها ايه، والغضاريف السفليه شكلها ايه. عشان كده العمليه نتيجتها بتبقى احسن في الناس اللي جلدها ارفع. اللي جلده أرفع تبان فيه نتيجة العملية أسرع عن اللي جلده سميك. الجلد السميك يأخر النتيجة، يأخر النتيجة على ما الورم فيه يروح ويبتدي يرق الجلد ده ويبان الهيكل اللي تحتيه يبتدي تبان النتيجة. فالمرضى اللي جلدهم رفيع أكثر حظاً في ان النتيجه تبان فيهم اسرع. طيب انا بسمع في عمليات الانف انه حد يقول انا هعمل جزء من عمليه انت لازم لك حاجه معينه، في حاجه اسمها فول جوب، انا ما اعرفش اللفظ ده دقيق ولا لا بس انا بسمعه كتير اليومين دول. فانا عايز اقول بشوف العمليه يعني ايه فول جوب، يعني ايه عمليه كامله ويعني ايه اجزاء من عمليه. العمليه ممكن تكون في كل حاجه وممكن تكون اجزاء. ده احنا هنشوف كده العمليه. ده هنشوف ده فيديو يوضح شكل العمليه. تمام العمليه بقى اشرح لنا حته حته. ماشي دي مريضه الانف عريضه من تحت وعندها بروز في العظمه وعندها الهمبه وعندها الجزء اللي هنا في عظام الانف ده. تمام. وده قلنا التركيب التشريحي العظم ده، العظم الجزء بتاع العظم اللي السهم بيشاور عليه هيشاور ده الدورسال هامب اللي قلنا عليه او البروز في العظم نفسه اللي احنا هنشيله. الجزء اللي تحت الابيض الكبير ده هو ده الغضروف العلوي اللي بنشاور عليه ده دلوقتي.
وتحت هو الغضروف السفلي. العملية بتتم عن طريق جرح صغير قوي من الأنف من تحت، ما بيبانش الجرح ده خالص نهائي. تمام. من خلال الجرح ده بنرفع الجلد، نشيل الجزء أو نعالج الدفوهات اللي هي موجودة اللي أنا شخصتها قبل العملية. أهو ده الأستيوتوم أو ده الجزء التشيز اللي احنا هنشيل بيه الجزء بتاع العظم. أهو شيلنا كده الجزء بتاع العظم، نطلعه خلاص. واحنا كده شيلنا الهامب، هيتضم العظام على بعضها عشان ترجع تاني مكانها. بعد ما نكسر من الناحيتين يمين وشمال كده، احنا بقى ايه، شيلنا الحتة البارزة فوق ولمينا لمينا العظم على بعضه. اهي فالهامب اتشال اهو. تمام. دي كلاسيك اوبريشن. دي الكلاسيك اوبريشن. قصة السؤال اللي حضرتك كنت بتسأله لي، فول جوب ولا مش فول جوب؟ طيب ده صح؟ مظبوط. الأنف عادة فول جوب. ليه؟ عشان اللي كنت بشرحه لحضرتك ديناميكية إصلاح الأنف. أيوة. أنا ما ينفعش أشيل العظمة بس. طب والغضروف العلوي بعد ما أشيل العظمة علاقته إيه بقت بالعظمة الجديدة؟ طب والغضروف السفلي لما أشيله، لو المريضة عندها المنطقة بتاعت الأرنبة دي غير محددة، في ناس عندهم المنطقة دي تخينة غير محددة، يبقى أنا لازم أشتغل في الغضاريف السفلية. طب بعد ما أشيل الغضروف السفلي، طب العلاقة بين الغضروف السفلي والعلوي أصبحت إزاي؟ يبقى أنا لما بعمل المناخير أول مرة هي بتتعمل فول جوب، ولو ما اتعملتش فول جوب ما بتطلعش مظبوطة. فول جوب يعني كل ستيبس واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، هي ستيبس معروفة ومحفوظة عن ظهر قلب بتتعمل ورا بعضها، تدي المناخير في الآخر الشكل الطبيعي بتاعها. إمتى ما بعملش فول جوب؟ في عمليات التصليح. واحدة عاملة عملية، العملية فيها مشكلة، فيها ديفو. تمام. علشان كده احنا دايما بنقول لما بندرس للطلبة الدكاترة الجداد، المناخير لا مجال للخطأ فيها. لو ما بتعرفش تشتغل مناخير كويس، لو ما تدربتش عليها كويس واشتغلتها كويس، أرجوك ما تعملهاش. ما تعملهاش، لأن التصليح أصعب من العملية الأولانية. العملية الأولانية سهلة جدا ونتيجتها بإذن الله بتبقى مضمونة بنسبة 100%. العملية التانية لأ، والتالتة لأ، والرابعة لأ. كل تصليحة بتبقى أصعب من اللي قبلها. لما أجي أعمل تصليح، خلاص أنا بأتك الدفو بس اللي موجود عندي. الدفو في منطقة العظم بصلح العظم، الدفو في منطقة الغضروف السفلي أصلح الغضروف السفلي، في العلوي أصلح العلوي، حسب الدفو فين اللي أنا محتاج أصلحه. عظيم جدا. أنا وأنا بشوف الصور اللي قبل وبعد، عايز حضرتك في أهم حاجة، إيه الأخطاء اللي أنت شايفها دلوقتي الشائعة اللي بتشوف فيها بقى عمليات بتحس انها لا مش معموله صح؟ في الاخطاء الشائعه. في الانف طبعا. ما هو ده اللي كنت بقوله لحضرتك. آه. لو حد غير مدرب، غير ماهر، مش فاهم مقاييس تجميل الانف، مش فاهم التركيب التشريحي بتاع عظام الانف، مش فاهم هو داخل هيعمل ايه، او تعامل مع مريض نفسي، هيحصل مشاكل. يحصل مشاكل كتير. يعني اشهرها مثلا ان الانف تطلع كانها معمول، انها معمول. ده ابسط حاجه. ده ابسط حاجه. ده ابسط حاجه ان هتبان ان المناخير معموله، لكن في دفوهات كتير قوي بنصلحها طبعا. يعني مثلا هنا دي كانت حاجه لازم تتعمل. لازم تتعمل. الهامب واضح قوي، او العظمه البروز بتاع العظم بارز. ودي اتعملت طبيعي. شايف الزاويه اللي كنت بقول لحضرتك ما بين الشفه العلويه وما بين الانف، شايف الزاويه منفرجه ازاي؟ مرفوعه لفوق. مرفوعه لفوق عشان بنت. عشان بنت بالظبط. انا بشوف اللي جايين ساعات، في ناس كده بيبقى عاملين نفس القصه برضو. العظم والزاويه اللي موجوده، في ناس بيبقى عاملين العمليه دي في جايين من دول عربيه او دول اوروبيه. الولد شكل البنت خالص. انا بشوفهم. مظبوط. دي برضو نفس القصه. نفس الزاويه، شايف الزاويه جميله ازاي ومرفوعه لفوق. التب دي بنت برضو. كلهم بنات. 90% من مرضى الانف بنات، 10% ذكور. طيب واحنا بنشتغل على العمليه، الفتره الزمنيه بتاعتها ساعه ونص بالظبط. ساعه ونص. 90 دقيقه تخدير كلي. كلي الانف تخدرها كلي، لان برضو ساعات بسمع ناس بتقعد تتكلم يقول لك هعملها ببنج موضعي. صعب جدا تعمل بنج موضعي. صعب جدا تعمل بنج موضعي. الانف بتحتاج بنج كلي، لان انا شغال في مجرى التنفس. فازاي المريض وانا شغال عند الانف وعند الفم هياخد نفسه؟ هياخد نفسه ازاي؟ يعني صعب ياخد نفسه، لازم انا اللي اديله النفس. فبالتالي بتتعمل ببنج كلي، بتاخد 90 دقيقه باذن الله طبعا. المريضه بتقعد بعديها ساعتين، بتخرج من اوضه العمليات حاطين جبس وحاطين شاش في فتحات الانف، مش فتيل،
شاش، شاشتين صغيرين عشان نقط الدم بتنزل. العيانه لما بتسمع كلمه فتيل بيجي لها بانيك، بتتخض، تقول لي دكتور فتيل اللي هو طوله مش عارف نص متر ده، وتقعد حضرتك تشد وبتاع، مش فتيل، هما شاشتين صغيرين بيتحطوا يتشالوا بعد يومين والجبس يتشال بعد اسبوع. يعني كالعاده طبعا نجم متالق ومبدع كالعاده، ويعني شرف كبير لينا ان انت تكون معنا دائما. كل شكر وتقدير لضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم المتميز الاستاذ دكتور حسام ابو العطا، استاذ جراحات التجميل بكليه الطب جامعه عين شمس، استشاري جراحات التجميل والليزر، ماجستير ديناميكيه اصلاح الانف، ودكتوراه في الجراحات الميكروسكوبيه الدقيقه، الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا. نعرف ان انتم استمتعتوا زي ما انا استمتعت، خليكم دايما معنا، ما تروحش بعيد. مش معنى ان انت فاقد مثلا 12 سنه انك هتحط 12 زرعه. فتح الفم اثناء النوم يضر بالاسنان جدا وممكن يؤدي الى التسوس. في انجلترا يحاكموه، يحاكموا الدكتور اللي يعامل مريض السكر اكنه اقل من اي مريض عادي. مهما كانت حالتك، لا احنا قادرين ان احنا نغيرها. كل تركيزنا ان احنا ننسى التكنولوجيا شويه ونركز في التصميم، الرسمه. في تخصص نقدر نقول اهم في طب الاسنان؟ علميا مفيش حاجه اسمها كده. زمان لازم احط الزرعه واستنى تلتئم في العظم لمده 6 شهور، دلوقتي خلاص قضينا على النقطه دي. التكنولوجيا تحافظ على المهاره، والمهاره المفروض انها تحافظ بالصبر. انا متهيألي من وجهه نظري ما عداش علينا من خلال 5 سنين 3 شهور ما نزلش فيها جهاز جديد. الاشعه المقطعيه لازمه، لو ما عملتش اشعه مقطعيه قبل الزراعه انت بتتعرض لخطر كبير.